في مسألة من أول ما هخش لغاية لما أخرج أنا هقول لك تعرف إنك غلط لو كتبت كلمة جي. يعني لو لقيت نفسك وأنت بتحل المسألة محتاج تكتب جي تعرف إن أنت كده ماشي بسكة إيه؟ ماشي بسكة غلط. وأنت في الآخر قول لي نلعب بمين؟ بأبو جي ولا أنهي؟ ولا للغير جي؟ مش مفيش احتمالية إن شاء الله إن شاء الله إن الامتحان يكون فيه مشكلة في الوقت على الأقل جزء. بس محتاج منك إنك تكون مشيت على اللي إحنا عايزينه. بمعنى إيه؟ بمعنى لازم تكون عديت بالمرحلة اللي مروان بيقول عليها ديت. إن أنا أحل إي سي وأتلاقي في إي سي ويبقى عندي في مشكلة في الكومبلكس. خلي بالكوا الأزمة اللي أنتوا ما كنتوش فاهمينها في قبل امتحان الميد تيرم واللي تلخص مشكلة السيركتس إن المادة عندنا بتعتمد على مهارة مش على مذاكرة. بمعنى إيه؟ الحاجات في الحياة بتعتمد على مهارة زي السواقة مثلا. السواقة أنا ممكن أجيب واحد منكم أوديه مدرسة سواقة. حلو كده؟ الناس تبتدي تعمل معايا إيه؟ تعليم سواقة. وحد يديني كتاب محترم كده اسمه كيف تقود سيارة. ويبتدي يشرح له ايه في الكتاب دوت؟ يشرح له القواعد العامه والقواعد الخاصه والحاجات الخاصه والمشاكل التي ممكن ان تعترضه في الطريق ولو حصل كذا نعمل كذا ولو حصل كذا نعمل كذا. الكلام ده كله لاحمد ابن يعني اللي يخلص الكتاب بتاع كيف تقود سياره دوت ويحفظه من الجلده للجلده من الجلده للجلده كل كلمه فيه. هل ده ينفع يسوق عربيه؟ ابتدي لا خالص. بقول لك لو حافظ الكتاب ده كله على ظهر القلب واتفرج بقى على نص فيديو، اتفرج على ايه؟ انا داخل على يوتيوب كيف تقود سياره؟ فلقيت بقى فيديوهات وعمال يعلم الناس وبتاع. كل الكلام ده حاجه وانك تروح تقعد على عربيه وتبتدي تسوق حاجه تانيه. على الناحيه التانيه بقى واحد لا قرا كتاب ولا شاف فيديو. بس واحد صاحبه قعد يقول له عمل ايه؟ قال له تعالى اقعد. ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يخليه يجرب يسوق، دور مش عارف هات الاولاني وشد ابنك سنه سنه وزود سنه سنه، كل الكتب هتكتب لك القاعده دي. لو انت بتسوق عربيه منك عشان تطلع بالعربيه بعد ما بتدور وبتجيب الاولاني دوت ابتدي شيل ابنك مع الجبريال سنه سنه وزود بنزين سنه، كلنا بنسمع نفس القاعده. ويقينا مع كل واحد بيجرب دوت العربيه بتكتر. والناس اللي سالت تعرف هذا الكلام. مع كل واحد لازم العربية تبطل، ده قانون. ليه بقى؟ قلت لي لا، أصل أنا يعني شيل رجلك وحطها دي كلمة عامة، لكن لما تيجي يعني تعملها بجد محتاج حس عالية جدا. يبتدي يعمل إيه بقى لو بطلت منه دوت؟ يبتدي يعيد مرة تانية. فبدل ما العربية تبطل تكركر. يعني تبقى هتبطل أي حد تاني يدوس بنزين. أو يحط رجله على الجبريل جاي. وأول ما العربية بتبتدي تتحرك بيه يكون راجل سعيد سعادة مطلقة. كما لو كان أنجز إنجاز عالمي. بينما أنت لسه ما فيش أي حاجة. يخرج منها على صدمة إيه بقى؟ على صدمة وأنت ماشي في السكة وأنت هتشوفها خلي بالك بص تبقى باصص على المراية اليمين والمراية الشمال والمراية في النص وبتركز مع الغيارات اللي عمال تغيرها ويطلع الجبريات ويطلع البنزين. فبتبتدي تحس إن السواقة دي مالها؟ دي تاسك صعبة جدا. ويا سلام بقى كمان لو في أول مرة وتخبط العربية. فبتبتدي تجيلك عقدة إن أنا مش هسوق. والحاجة الأهم بقول لك أنا في أول السواقة لو في حد صاحبي جنب مني بيكلمني لو أنا لسه متعلم جديد وعايز بقى أركز مع الطريق والمرايات وبتاع وحد جنب منك بيكلمك أنت بتعتبره كلب. كلب مش موجود. يا ولد يا ولد في نفسك ده حيوان ما مش بص لك إيه؟ مرايات يمين ومرايات شمال. بيبتدي الموضوع كده. النهاية إيه بقى؟ النهاية الواحد بيشوف بقاله سنتين تلاتة إن بغض النظر عن إنها مخالفة مرورية إنك ترد على الموبايل وأنت سايق أنا ممكن يجيلي تليفون دلوقتي وأنا خارج من الكلية وأرد على التليفون ويفضل التليفون ده نص ساعة. فلاقي نفسي وصلت. ولو سألتني في تفاصيل الطريق اللي أنا مشيت فيه وأنت ماشي خدت بالك إن كان عندنا نادي السكة فيه مش عارف والمصحف ده لإن أنا بتكلم في التليفون فعلا ومركز مع إيه؟ مركز مع كلام التليفون، أمال السواقة بتحصل إزاي؟
خلاص يا معلم، خلاص بقت مهارة. يعني ايه بقت مهارة؟ ما بتستدعيش جزء من مخي ولا تركيزي عشان اعمله، بتحصل اوتوماتيك. وبالمناسبه اللي بيتكلم في التليفون دوت وهو سامع، لو ظهر قصاد منه حاجه على فجأة هيفرق. حد فاهم حاجه؟ انتوا بقى، انتوا وانتوا داخلين امتحان الميد ترم، الشاطر منكم كان عامل ايه؟ كان حافظ الكتاب بتاع كيف تكون سيئا. الفريكيكو قوي عمل ايه؟ جرب يجيب الاولاد ويطلع العربيه. لكن ما حدش خالص خد عربيه واتمشى بيها في صلاح سالم وراح. فاهمين حاجه؟ يعني ما جربتش تجربه ان انا اروح مساء. يعني الشاطر منكم تعالى نقول كده عمل ايه؟ جاب المسائل بتاعت الامتحانات وجاب حلول امتحانات العام الصالح ومنظمه المراجعه وابتدى يعمل ايه؟ وابتدى يقرا المسائل المحلوله ويتفرج على المسائل المحلوله. ده مين؟ ده الكوكب، ده اللي هو يعني ايه؟ ده اللي هو الفريقين. ما بالك بقى ان في ناس اصلا ما شافتش ده. لكن ازعم ازعم مفيش واحد واحد جاب امتحان مش محلول خالص وعمل ايه؟ قام حاطه قصاد منه وقال انا ما شفتش ده قبل كده وهحله وقيس وقت. في واحد عمل كده بحياه ابوك؟ في بني ادم واحد عمل انا كل دوت؟ اني وانت داخل امتحان السيركلز كنت قبل منها جبت اي امتحان، اي امتحان ميد ترم فاينل اي حاجه وقلت الامتحان ده ما شفتوش قبل كده، انا عايز احله واعمل ايه؟ واشوف نفسي اهو قد ايه؟ ما حصلش. بقول لك الشاطر والمضمون واللي دخل في الخطيه بتاع حلول الامتحانات حلها ازاي الامتحانات؟ جاب منزله المراجعه وابتدى يتفرج. ابتدى يتفرج. اتصدق والله فعلا ده فعلا طلع بحق. طبعا عينيك مش هتضغط. لو انت بتتفرج على حل يا كابتن عينيك مش هتضغط على فكره. هو مين اللي بيضغط؟ ايديا التنفيذ. ما انت عمال تتفرج على فيديوهات الناس بتروح على بيتنا. اتصدق والله سهل. وخلي بالك بقى بتاع شافي وعمال يحكي لك في الفيديو اللي هو بيعمل ايه في وانت ما عادي ماشي. سقط انت بقى يا كابتن؟ ولا واحد، ولا واحد بمعنى كلمه ولا واحد، وانا بقول الكلام ده وانا يعني ولا واحد فيكم جرب يسوق قبل الامتحان. كله قضاها ايه؟ قضاها فورمي. فكانت ايه النتيجه؟ نتيجه منطقيه جدا وعاديه جدا ان انت خايش من العربيه. وبيقابل الدرجات بتاعتنا في امتحان سيركلز. بقول لك انت ذات نفسك لو حليته دلوقتي والمصحف من غير ما يزيد عليك ولا كلمه، من غير ما يزيد عليك ولا معلومه زياده، في ناس بتكون روحت البيت حلت الامتحان ده وقفت. نفس الامتحان لو جاء فيه 8 و9 و7 وارقام زباله. من غير ولا معلومه زياده، من قبل ما المعيدين يراجعوا على فكره، من قبل ما المعيدين يقولوا حاجات زياده ولا من قبل ما انا اقول لك لا لا خالص. تعرف ايه الفرق بين المرتين؟ المهارة، الممارسة. عشان كده انا كنت برخم عليك في موضوع الاسم. ركز جدا النهارده. السبورة النهارده عليها مسألة في امتحان الفاينل. فما تسيبش ولا معلومة، ولا معلومة بتتذكر على السبورة غير لما لازم تعمل فيها ايه؟ اسأل فيها كويس جدا. خلاص؟ ماشي. احنا اخر حاجه وقفنا ليها في المحاضره اللي فاتت ان قلنا عندنا حاجه اسمها لود. اللود ده في الحياه هو الغساله، الثلاجه، السخان، الدفايه، اي ديفايس انت بتحطه في فيشه في البيت ده اسمه بالنسبه لينا ايه؟ بالنسبه لينا لود. على سكيل اكبر شويه لو انا في مصنع مثلا فالمخرطه لود، المكنه اللي في المصنع لود. على سكيل اكبر شويه بقى على فكره المدرج ده كله على بعضه عباره عن ايه؟ عباره عن لود بيتغذى من مصدر كهربي. على سكيل اكبر شويه بالمناسبه كليه كلها على بعضها بالنسبه للمحطه اللي بتدينا عباره عن ايه؟ عباره عن لود. وتفر بقى حجم اللود ده هو لود صغير زي الخلاط اللي عندك في البيت ولا لود كبير زي محطة صرف مثلا ولا زي مدينة سكنية. اللود دوت في السيركتس بالنسبة لينا يعني ست. الست دي أو اللود دوت بياخد ثلاث أنواع من الباور. بياخد
الفولتج والكرنت لما بتحط على اللود ده فولتج. على سبيل المثال لو انا عندي ريزيستنس وحطيت عليها فولتج، الكرنت بيحصل له ايه؟ قلت لي بيطلع ان فيز مع الفولتج ده. فاللود اللي اسمه ريزيستنس دوت بيعمل لي شيفت قد ايه ما بين الفولتج والكرنت؟ ما بيعمليش شيفت. فتبقى الزاويه بين الفولتج والكرنت زيرو. فيقول لي الباور فاكتور بتاع اللود دوت عباره عن واحد. خلي بالك الباور فاكتور ده كام؟ كوزاين فاي. هيشوف فاي دي الزاويه بين الفولتج والكرنت، وكم بيبقى لاج او ليد. والتوصيف هنا لاج ليد للكرنت. توصيف لاج ليد دوت بيقصد بيه توصيف مين؟ توصيف الكرنت بتاعك هو ايه بالنسبه للفولتج؟ ثابت ولا متاخر عنه؟ ولقينا ان اكبر لاج ممكن يحصل هو ايه؟ لو اللود بتاعي كويس فالكرنت يحصل له لاج ب 90 درجه. واكبر ليد ممكن يحصل لو اللود بتاعي كباسيتي. جوه الزد دي او جوه اللود قد يكون في ريزيستنس بس، فيبقى الباور فاكتور بتاعها بواحد. كويل بس فيبقى الباور فاكتور بتاعه بزيرو لاج. كباسيتور بس فيبقى الباور فاكتور بتاعه بزيرو ليد. وقد يكون جوه منها ريزيستنس وكويل مع بعض. وبالمناسبه اللود اللي هو ريزيستنس وكويل مع بعض ده اللود الاشهر في الحياه. يعني لو جيت قلت لك اختصر بينكم للود واحد هتقول لي اه. اختصر اي مصنع للود واحد اقول لك اه. حد فاهم حاجه؟ اللود الار والال ده بقى بيبقى الباور فاكتور بتاعه كام؟ قلت لي من زيرو لغايه واحد ما هو الصفر ما هوش الواحد، بس لاج ولا ليد؟ قلت لي خلاص لاج. ارتبط في دماغي وجود الكويل باللاج. وقفنا في المحاضرة اللي فاتت على ايه؟ إن الأربعة دول بيضمهم مثلث واحد، مثلث قطري. ويقول لي إن أي نود في الدنيا يرسم حاجة اسمها باور تراينجل. كل نود ليه باور تراينجل، كل نود ليه باور تراينجل. الباور تراينجل ده بيقول لك إيه؟ بيقول لي لو كانت دي البي فتبقى دي الكيو، فيبقى ده ماجنتيود الإس. لان لازم طول الوقت تبقى عارف ان الاس هي القيمه الوحيده فيهم اللي ليها ماجنتيود وزاويه، ماجنتيود وزاويه. ولما بنتكلم بنتكلم على مين بس؟ بنتكلم على الماجنتيود. حلو كده؟ وديت الزاويه فاي. وان المثلث ده بيكون لفوق لو كان اللود بتاعي ماله؟ لا. نفس المثلث اللي تحت لو كان اللود بتاعي ليد. وخدنا نماذج لرسم المثلث. قلت لي عشان اعرف ارسم المثلث ده محتاج تديني كام معلومه عن اللود؟ قلت لي محتاج تديني اثنين، البي والباور فاكتور، الكيو والباور فاكتور، الاس والباور فاكتور. او البي والاس مثلا. وات ايفر. هتديني اي معلومتين اقدر اعمل ايه؟ اقدر ارسمها. الموست بروبابل ان بيديك الباور فاكتور عشان يقدر يحدد لك اتجاه المثلث. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك ان عندي لود البي بتاعته ب 80 والكيو بتاعته ب 60، تقدر تحدد المثلث بتاعه فوق ولا تحت؟ خلي بالك انا هنا مش هتكلم بالماينس. يعني واحنا بنحسب الكيو المره اللي فاتت بتاعت الريزيستنس والكويل والكاباستور، لقينا الريزيستنس ما بتاخدش كيو، والكويل فيه كيو بالبوستيف والكاباستور فيه كيو بالنيجاتيف. تمام كده؟ هنا انا مش هتكلم نيجاتيف خالص. النيجاتيف عندي هتترجم لايه؟ للاتجاه لتحت. يعني لو كانت الكيو بتاعت الكباستور يعني نيجاتيف هرسمها فين؟ هرسمها لتحت. انا ليه بقول لك هو في المساله في الغالب بيديك البي والباور فاكتور او الكيو والباور فاكتور او الاس والباور فاكتور. استنى لحظه. وانت اصلا هتعرف منين الرقم اللي مديهولك دوت بي ولا كيو ولا اس؟ تيجي من الوحده. البي وحدتها وات، كيو وحدتها فار، الاس وحدتها ما اسمهاش فار اسمها فولت امبير. حلو كده؟ لما بتديني واحده من الثلاثه والباور فاكتور بيكون الموضوع واضح جدا صريح جدا. لكن لو اديتني مثلا البي والكيو بتاعت النود لازم تقول لي نوع الكيو. والا هيفضل عندك كام احتماليه؟ احتمالين. احتماليتين. لو قلت لي ان عندي نود بياخد بي ب 80 وكيو ب 60 هقول لك احتمال يبقى كده واحتمال يبقى كده. فاحتمال تبقى دي الاس بتاعته واحتمال تبقى دي الاس بتاعته. فاحتمال تبقى دي الفاي بتاعته واحتمال تبقى دي الفاي بتاعته.
ولو ضربت مني الباور فاكتور بتاعه هقول لك ان الباور فاكتور بتاعه 0.8 بس احتمال يبقى لاج او ميت. لازم تحسب لي الكلام بمعلومه. المعلومه هي ايه؟ لاج ولا ميت؟ دي تنور لك السكه؟ قلت لي اه. ممكن ينورها لي من غير ما اقول لي لاج وميت. يقول لي كاباستيف. كاباستيف؟ كاباستيف ده يعني ايه؟ ليه خلاص طالما انا قلت لك كاباستيف فانت ليه؟ يقول لي اندكتيف. هو كده قال لي ان هي ايه؟ قال لي ان هي لاج. حلو كده؟ المفروض ان المره اللي فاتت وصلنا ان اي لود في الدنيا لازم يرسم مسلسل، حتى يعني كانت نهايه المحاضره المره اللي فاتت كان لود غريب جدا. قال لي طب افرض ان انا اللود بتاعي ريزيستنس بس. ريزيستنس بس. يعني الباور فاكتور بتاعه كام؟ واحد. يعني الفاي بتاعته بزيرو. هو ده بيرسم مثلث؟ قال لي اه بيرسم مثلث. بيرسم مثلث يقول لك ادي البي بتاعتي والكيو صفر وهي دي نفسها اكس. ده مثلث بس حصل له ايه الضلع دوت؟ فضل ينزل 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 لغايه لما اتفقص. اللود ده بيسميه يونيتي باور فاكتور. ساعات يسميه هيتنج لود. ساعات يسميه بيور ريزيستنت لود. الثلاث اسامي دول سواء نيوتي باور فاكتور او هيتنج لود او بيور ريزيستنت لود بيعبروا عن معنى واحد. ايه هو؟ ان اللود ده الباور فاكتور بتاعه كام؟ واحد. ليه مثلث ولا مش مثلث؟ ليه مثلث. عشان كده ممكن ساعتها يقول لي واللود ده بياخد 500 فولت امبير. يقول لي يا عم تهبل، ما انت قلت ان الراجل اليونيتي باور فاكتور ده بياخد بي بس. ايوه يا عم. ما بياخد كيوب صفر فالبرادس بتاعته هي مين؟ هي البي. ايه امثله لود زي كده في حياتنا احنا؟ السخان اللي عندك في البيت ده يونيتي باور فاكتور. المكوى يونيتي باور فاكتور. الكتل بتاع الميه يونيتي باور فاكتور. الاحمال اللي بتظهر في صوره هيت دي عباره عن باور فاكتور كام؟ باور فاكتور واحد. من اشهر برضه الاحمال اللي بتظهر في صوره هيت او الباور فاكتور بتاعها بواحد اللمبه، بس مش اللمبه دي. اللمبه دي الكنيسه، اللمبه الصفراء. اللمبه الصفراء دي عباره عن حراره. سلك ولعت فيه لغايه لما توهج، فالوهج ده خلاني انور السلك. وقفنا بقى المحاضره اللي فاتت عند حته حلوه جدا الا وهي ايه؟ ان لو انا اديتك معلومتين عن اللود تقدر ترسم المثلث. فتعرف المعلومتين التانيين. دي فيها مشكلة؟ دي فيها أزمة؟ قلت لي لا. عايز أعرف الفولتج والكرنت اللي عليه. يعني لو أنا اديتك البي والباور فاكتور أو الكيو والباور فاكتور أو الإس والباور فاكتور، الأربعة دول بقولهم بالنسبة لي. زي الفل، أعرفها خلاص. هل تقدر من الأربعة دول تحدد لي الفولتج والكرنت بتوع اللود دوت؟ مش دي زد في الاخر؟ يعني عشان تشتغل لازم اعمل ايه؟ اي ديفايس عندي في البيت عشان يشتغل ويسحب البي بتاعته ويسحب الكيو بتاعته والحاجات دي محتاج اعمل ايه؟ قلت له محتاج احطه في الفيشه صح؟ احط عليه صفاره عشان في الاخر يسحب هو طيار. انا بقى لو اديتك الاربعه دول تقدر انت تقول لي الفولتج والكرنت بتوع اللود دول بكام؟ اوعى تنسى دي كانت في 5 كوساين فاي ودي كانت في 5 كوساين فاي. الفي والاي دول ماجنتيود بس، ماجنتيود بس روت من سكوير فاليو تمام. والاس ديت كانت في فاي وزاويه فاي او بي بلس دي كيو. هل لو انا اديتك الارقام او الحاجات اللي تحسب بيها البي والكيو والباور فاكتور، يعني عارف البي والكيو والاس والفاي تقدر تحل المعادلات دي فيما بينها عشان تجيب لي الفي والاي بتوعها بكام؟ شكلها تنفع ولا ما تنفعش؟ لو طلع لك ديل، لو طلع لك ديل، لو انت قعدت كده تحل حل حل لغايه لما يطلع لي ديل، مستحيل بمعرفه الاربعه دول تقول لي الفي بتاع البتاع ده بكام والاي بتاعته بكام؟ مستحيل. قلت لي ما انا عندي هم معادلتين. مش المعادله ديت
كده؟ حل المعادلتين مع بعض. قلت لك مش كل معادلتين بتحلهم مع بعض يبقى فيهم امورين. حد فاهم حاجه؟ دي لعبه قديمه جدا، يعني مش معنى ان انا عندي معادلتين قديمه، يعني لو قلت لك كده 3 اكس زائد 4 واي زائد 5 زد يساوي 7، و2 اكس زائد 3 واي زائد 7 زد بتساوي 14. دول كانوا معادله معادلتين في كم مجهول؟ في 3 ملايين. تيجي زي الفل تعرف تحلهم، محتاج معادله ثالثه. قلت لك ادي المعادله الثالثه، 5 اكس زائد 7 واي زائد 12 زد بتساوي 21. على فكره شكلها معادله، شكلها معادله وحلوه وجميله جدا، بس دي بيسموها ديبندنت ايكويشن. فلما انت تجمع معادلتين على بعض او تضرب معادله في رقم مش هتديني معادله جديده. انا خلاص البي والاي في الكوزاين فايف دول رقم، لو ضربتها في رقم تاني مش هتديني معادله جديده في البي والاي. السكه دي لازم تتقفل ودماغك تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، لو عرفتني اتنين من الاربعه دول اعرف اعرفك الاتنين التانيين زي الفل. اقدر اعرف البي والاي، لازم تديني واحد منهم. ودي الكيس اللي في الحياه فعلا. وانا بشتري اللود انا ببقى عارف من قبل ما اشتريه هيستهلك باور قد ايه، وعارف الباور فاكتور. فالاربعه دول بالنسبه ليا للود اللي انا بشتريه من اي حد وعلى اي سكيل والنور. يعني بشتري مخرطه انا عارف الباور بتاعتها وعارف الباور فاكتور، تمام؟ بشتري مكنسه انا عارف الباور بتاعتها وعارف الباور فاكتور. بشتري الخلاط في البيت انا عارف الباور بتاعته والباور فاكتور. وبيبتدي في عنصر تاني انت مقبل عليه اللي هو مين؟ الفولتج. وانت بتشتري مكنسه هتحطها فين؟ تحطها فين؟ مش المكنسه دي فيشه؟ هل لنا وسيله كلنا من ان احنا نحطها في الفيشه؟ فانا عارف ان المكنسه دي هتشتغل على فولت كام؟ فتديني الفولتج وفي المقابل احسب لك مين؟ احسب لك الكرنت. تعالى بقى نتخيل، احنا ابتدينا في الكلام الجديد خلاص. تعالى نتخيل ان انت عارف اربعه. حلو كده؟ عارف البي والكيو والاس والباور فاكتور. عرفت الاربعه مين يا باشمهندس؟ هل هو بيجي في الامتحان او في الحياه يديك الاربعه؟ هو بيديني كام؟ بيديني اثنين. وفي المقابل اقدر انا استنتج مين؟ اقدر استنتج الاثنين التانيين، ابتدي زي الفل، اقدر احسبهم. قلت لك بقى ان الفولتج اللي هنا ليه ماجنتيود فيه؟ قلت لك ان اللود دوت بيتغذى من 220 فولت. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك 220 فولت، قلت لها زاويه؟ يعني اديتك زاويه ساعتها؟ لا، انت من حقك صفر في المساله. مش صفر تاخده في المساله، حقك تفرض زاويه صفر في المساله. فانا هفرض دايما على سبيل المثال ان الفي ده ماجنتيود في وزاويه زيرو. لو فرضت ان الفي بتاعك ماجنتيود في وزاويه زيرو، هل تقدر تحسب التيار؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى اللحظه ان الفي ده ليه ماجنتيود وزاويه، وان التيار هو كمان ليه ماجنتيود وليه زاويه. يعني لما اقول لك احسب التيار لازم تبقى عارف ان التيار ده ليه ماجنتيود وزاويه، عشان لما اجمع مش هينفع مثلا ان انا احسب تيار في لود الاقيه 40 وتيار في لود تاني الاقيه 30 فاقول ان المجموع ده 72، لان ال 40 ليها زاويه وال 30 ليها زاويه مختلفه. فلما اقول لك انا هخش في المرحله الثانيه دلوقتي ان انا عايز بقى كمان اعرف الفي والاي اللي عليه، قلت لي لا بسم الله الرحمن الرحيم ما اقدرش اعرف لك الفي والاي اللي عليه. لازم تعمل ايه؟ تديني واحد، تديني واحد منهم. الكيس البراكتيكال في الحياه ان احنا دايما بنكون عارفين مين؟ عارفين الفولتج، ومطلوب مننا نحسب الكرنت عشان بناء عليه احدد لك السلك اللي هيمشيه يغذي الاكويبمنت ديت. يعني انا عندي مخرطه، انا وانا بشتريها من السوق عارف فرق جوه، سوري عارف البيو والباور فاكتور بتوعها مثلا. فخلاص عرفت الاربعه دول هشغلها عندي في المصنع، فانا عارف البيو اللي هتشتغل عليه. فتقدر تحسب التيار ولا ما تقدرش؟ احسب في الحياه ولا على الورق؟ على الورق اهو، على الورق بناء على حسابات الطيران اللي على الورق ده بقى ابتدي احدد معاك انا هجيب سلك
شكله عامل ازاي عشان يقدر يتحمل التيار ده. ولو في حاجات تانية لسه في سكتك يعني المفروض تاخدها في اعتباراتك، مثلا قلت لي في سيفتي فاكتور يا اخي، ماشي وتفضل الاعتبارات اللي انت لسه هتاخدها في حياتك، بس حساباتي اللي جربت دي تعالى تقول ان هي الخطوه الاولى عشان اقدر احدد ديني، عشان اقدر احدد السلك اللي هغذي بيه الكوبن ديت. احسب التيار ازاي بمعرفه الفي والاربعه دول؟ تعرف لو انت بقى عارف الفي ماجنتيود وزاويه وعارف الاربعه دول تقدر تحدد لي التيار ماجنتيود وزاويه؟ قلت لي في منتهى العبط اللي في الدنيا، في منتهى العبط. ازاي يا معلم؟ تعالى يا ريس، مش انت عارف الراجل الطيب ده بكام؟ قلت لك مثلا الباور فاكتور بتاعك كان بوينت 8. كان بوينت 8. هو معناه ايه ان الباور فاكتور بوينت 8؟ قلت لي يعني الزاويه فاي، الزاويه فاي بتساوي كوزاين ماينس 1 بوينت 8. خلي بالك هي الزاويه فاي هي يعني زاويه اللي بتوين الفولتج والكرنت. فلو الفولت زاويته زيرو فاكيد الكرنت زاويته ايه؟ زاويته فار. قال لي قال لي فار. الفاي دي كوزاين ماينس 1 بيرفكت زي الفل. ده سهل اهي. قلت له استنى في تريب. دلوقتي لو انا قلت لك الفي اهو وعرفت ان الباور فاكتور بتاعي بوينت 8 على الكالكوليتر بوينت 8 دي كوزاين ماينس 1 كام؟ كوزاين ماينس 1 بوينت 8 هيطلع كام؟ 3.5 مش عارف كام؟ 36.87 صح؟ 36.9 كام؟ اهو ده الاي بتاعك ولا ده الاي بتاعك؟ ده ولا ده؟ ما هو ده لو جيت اكتبه بسوليد ماجنتيود وزاويه هكتبه اي وزاويه ناقص 36. ده لو جيت اكتبه ماجنتيود وزاويه هكتبه اي وزاويه 36. انت ده ولا ده؟ مش هتفرق. مين اللي هيحدد لي؟ مين اللي هيحدد لي؟ قلت لي انت لاج ولا ليد؟ طب لو قلت لك انه لاج يبقى لي زاويه. يبقى لو عايز اكتب صوره جنرال كده اقول لك في هنا بلس وفي ماينس. ماينس ديت مع اللاج وبلس ديت مع مين؟ مع اللاج. خلي بالك انا خدت قرار ان الاي اللي انا عايز اجيبه ده اجيبه على حتتين. هجيب الزاويه لوحدها واجيب الماجنتيود لوحده. حد فاهم حاجه؟ مش انت قلت لي الاي ده ليه ماجنتيود وزاويه؟ قلت لك اه. هجيب الزاويه منين؟ كوزاين ماينس 1 باور فاكتور. بإشارة بوزيتيف ولا بإشارة نيجاتيف؟ على حسب. لو قلت لي لاك تبقى نيجاتيف، لو قلت لي ليد تبقى بوزيتيف. طب وماجنيتيود التيار؟ ماجنيتيود التيار تجيبه منين؟ قلت لي هبله جدا يا ريس بقى خلاص. ما هو انا عارف دي بكام؟ صح؟ مش الاربعه دول خلاص عندي؟ يعني بغض النظر انت مديني في المساله الكي والباور فاكتور ولا الكي والباور فاكتور ولا الاس والباور فاكتور، الاربعه عندي. فهذا عوض في القانون الاولاني دوت واقول لك ماجنتيود الفي معايا، الباور فاكتور معايا، الباور ذات نفسها معايا، اقدر اجيب لك مين؟ اقدر اجيب لك ماجنتيود الاي. فلو انت عايز تحسب ماجنتيود الاي دوت لو انا عايز احسب ماجنيتيود الاي فهو عباره عن البي بتاعتك على الفي في كوزاين فورم. ده خطوه. او الكيو بتاعتك على في ساين فورم. او الاس بتاعتك على الفي على طول. صعب ولا سهل؟ الكلام ده كان اتفضل. ازاي الكوسنت يبقى ليه والنيجاتيف يبقى العكس؟ تعالى ما تخافش.
ده لود. انا عارف ان الفولت بتاعه كام فلاج، قلت لك ده الفولتج بتاعه. الكارنت هنا فين؟ امسك هو يعني ايه كلمه فلاج؟ الكارنت كده اكتب عليه ار. الزاويه ممكن لا يعني كام؟ خد من حد اساله ان هو يحسب لي كذا على الكالكوليتر. كذا ماينس 1.6 اكتب على ده. لا يا عم احنا بطلنا نقرا الكورس بقى، احنا بنشوف دلوقتي. اكتب لنا الزاويه. ثلاثة وخمسين الفي ده والتراب ده كام؟ بتمانية. حلو كده؟ اكتب لي بقى فوق الفي بتساوي، اكتب الفولتج بتاعك ماجنتيود وزاوية. هتكتبه 100 وزاوية كام؟ 100 وزاوية اكتب الكارنت بيساوي، عايز اكتبه ماجنتيود وزاوية. في نوتس على كده شغاله على 880.
بالمناسبه في لوط شغال على 11 كيلو 11 كيلو غبط. بص الراجل خاف، فرعون خاف. احنا في لوط عندنا شغال على 66 كيلو غبط، عادي جدا، دي حاجات ما فيهاش اي مشكله. واستنى، هي ايه القاعده اللي تخليني اخلي الفي بي الاول؟ هو انت متخيل، لو انا شغال بالفيشن اللي عندك من 220 فولت ده، تمام؟ وعندي لود بياخد 5 ميجا، 5 ميجا، 5 ميجا، يعني ايه 5 ميجا ديت؟ يعني 5 مليون بي ولا كيو ولا اس اللي يعجبك يا عم، مش فارق. يطلع تمن بتاعه كام؟ لو انت مشغله ب 220 فولت. سؤال جدا، سؤال جدا من كابتن. اطلع تعالى هناك، هناك بعيد يا راجل. 5 ميجا ايه؟ الباور اللي جايه من السد العالي، الباور اللي جايه من السد العالي وهي بتنقل من السد العالي هنا، هي دي باور بي ولا كيو ولا اس اللي يعجبك منهم. السد العالي مطلع باور قد ايه؟ 2 جيجا. كام؟ 2 جيجا. عايز انقلها وامشي بيها، امشي بيها كده، احط فولتج جنب التيار كده. انت عارف الفولت ساعتها كام؟ انت جاي من السد العالي كده لمصر، الفولت ده بيبقى كام؟ 500,000 فولت. حد فاهم حاجه؟ اقسم لي كده، حد يقسم لي كده 2 جيجا على 500,000. ادخل الكروس سكشن اللي بتاعته. انا ما اعرفش اجيب سلك نحاس يشيل 4000 امبير. انت عارف ده عباره عن ايه؟ حاجه كده بس. عمرك شفت سلك كهرباء ماشي في الحاجات اللي في الجو دي؟ ولو عندي سلك امشي بيه ازاي؟ فال 4000 امبير دول بنقلها بحاجه اسمها 3 فيز سيستم، فاقسم ال 4000 امبير دول على كام فيزا؟ على 3 فيزات، فيبقى نصيب كل فيزا كام؟ 1000 وشويه. فاعمل حاجه اسمها دبل سيركت، ان انا بدل ما انقل على 3 فيزات بس انقل اخلي 3 فيز اصلا، على زي ما يكون انا مثلا في البيت عندي لود هيسحب 10 امبير، فبدل ما احط سلك 3 مللي او 2 مللي احط سلكتين جنب بعض كام؟ 2 مللي. فيحصل ايه بالتيار دوت؟ يتقسم على الاثنين. الكهرباء اللي احنا بننقلها من السد العالي لمصر عاملين حاجه اسمها دبل سيركت، يعني لو بصيتوا على اي طبق من الابراج اللي في السكه ديت بتلاقي فيه ثلاث سكات على اليمين وثلاث سكات على الشمال. فيبقى كل سكه هتشيلها قد ايه؟ بتاع 700 800 امبير. نتكلم بقى، نبتدي ايه؟ نبتدي ناخد وندي مع بعض في السلك اللي يشيل 700 امبير بس. حد فاهم حاجه؟ ارجع تاني. الطبيعي ان انت عايز الفولتج وعايز تجيب مين؟ عايز تجيب الكهرباء. الكارت ده بقسمه لحتتين، زاوية زاوية ومين؟ وماجنيتيود. الزاوية بتاعته هي فور، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اوعى يلخبطك، اوعى يلخبطك. لا هتبقى لتحت، هتبقى زاوية نيجاتيف، مع ان مثلثه لفين؟ لفوق، والكيو بتاعته بوزيتيف، والزاوية اللي انت شايفها ديت بوزيتيف. على فكرة المثلث اللي تحت الزاوية هتبقى شايف، يعني الزاوية دي كده انا شايفها 53 صح؟ مكتوبه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مكتوب 53 ولا ماينس 53؟ مكتوب 53، لكن لما انا اعبر عنها اعبر عنها بايه؟ بماينس 53. الزاويه بتاعت الكهرباء نيجاتيف لو لا وبوزيتيف لو ليه. طب والماجنتيود؟ اجيبه منين؟ قلت لي عندك البي وعندك الكيو وعندك الاس، خد اللي يعجبك منهم. بالمناسبه المفروض الثلاثه معايا. يعني افرض ان هو في المساله انا بحب اشتغل بالقانون ده بتاع في 5 وزاين 4 بيعجبني يا اخي. بس هو كان في بيجيني في المساله الاس والباور فاكتور. ما انا والاس والباور فاكتور ممكن احسب منهم مين؟ احسب لك البي. كان بيجيني الكيو والباور فاكتور. من الاثنين احسب لك مين برضه؟ احسب لك البي. لا انا بقول لك بقى انت تقدر من الكيو تحسب، من البي تحسب، من الاس تحسب. خلص الموضوع على كده؟ تعالى بقى نتفرج على اول نوع من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان تعرف البي والكيو والاس بتاعته والباور فاكتور محتاج كام معلومه؟ معلومتين. طب عشان تعرف التيار بتاعه لازم تديني الفولتج، فبقت كده محتاج كام معلومه عشان اقول لك ان انا عرفت اللود دوت معرفه تامه؟ ثلاث معلومات. حلو؟ ماشي. افرض بقى ان انا عندي اكتر من لود، يعني هو احنا في البيت مثلا لو انا مشغل الغساله وجيت اشغل الثلاجه هيقول لي لا انت في لود قبل كده مشغله فما تشغلش. يعني الكيس اللي هبتدي ادرسها دلوقتي ان انا عايز اشغل اكتر من لود في نفس الوقت. اللومه دي شغاله وفي نفس الوقت انا حاطط الفيشه اللي مشغله الجهاز ده. اللودز دي بتتوصل مع بعض ازاي؟ سيريز ولا باراليل؟ اشمعنى؟ ليه اللودز بتتوصل مع بعض؟ حد سال نفسه هذا السؤال؟ ليه اللودز بتتوصل مع بعض باراليل؟ اتفضل. عشان لو الجهاز وصل ده سبب. عشان ياخد نفس الفولتج. انا اصلا بتعايد على نفس الفولتج. يعني كل اكويبمنت انت بتشتريها مكتوب عليها انك تشتغل على كام فولت؟ على 220. باي ذا واي هو بيكتب لك مثلا من 200 ل 240، هو بيبقى حاطط مارجن عشان الفلكسويشن اللي بتحصل عندك في الموضوع. لكن تعالى نتفق ان كل لود مرتبط بالفولت. لو انا وصلت لودز ان سيريز انا مش عارف الفولت هيتقسم عليهم ازاي بقى؟ فانت لازم اللودز اللي عندك تبقى مالها؟ تبقى مبلد. فلو انا جبت لك مساله كلاميه وقلت لك ان انا عندي اثنين لودز، انا عندي اثنين لودز هترسمهم ازاي؟ تري هرسم بقول لك كده بسم الله الرحمن الرحيم، هسمي ده لود رقم واحد واسمي ده اللود رقم اثنين. ليه وصلتهم بارلل يا باشمهندس؟ ده سنة الله في خلقه، الاحداث توصل مع بعض فين؟ على التوازي، عشان نقطتين. والنقطة الأهم فيهم هي إن أنا أضمن إن يفضل فرق جهد من ثابت على كل عنصر. قلت لي زي الفل. قلت لك وصلهم لي بالسبلاي. هتحط السبلاي فين؟ قلت لي هنا. أهو. وانت كده وصلتهم بالسبلاي؟ ليه؟ لا ده السبلاي. وصلهم بالسبلاي هتعمل ايه؟ هنالي اهو ادي السبلاي بتاعك، لو ده اللي هيبسطك يعني. يعني لو ده اللي هيحقق لك انتصار في حياتك. ماشي. اللود الاولاني بيسحب طياره ولا ما بيسحبش؟ بيسحب طياره، اسميه اي واحد. اي واحد ده هنا ولا هنا؟ لا ده اللي اسمه اي واحد. وده اللي اسمه اي واحد. خلي بالك حضرتك عارف كم معلومه عن اللود الاولاني؟ عارف كم معلومه؟ قلت لي مثلا قلت لي ان هو 800 واط 0.6 باور فاكتور لاج. اهلا وسهلا. هو اللود ده بيسحب يو اس ولا ما بيسحبش؟ عرفت منين؟ مش يمكن بيسحب بيه بس؟ لا لا لا، اللي بيسحب بيه بس كان يبقى الباور فاكتور بتاعه كام؟ واحد. الله ينور عليك. واللود الثاني قلت لي ان هو مثلا 500 فولت امبير و 0.707 ليد. مين ال 500 فولت امبير؟ تقدر تحسب لي التيار اللي طالع من السبلاي؟ تحسبه ازاي دوت؟ تعرف تحسبه؟ قلت لي مبدئيا تعرف تحسب اي واحد؟ هبتدي معاك كده واحده واحده. اقول لك ان الاي واحد ده ليه ماجنتيود وليه زاويه، والاي اتنين ده ليه ماجنتيود وليه زاويه. ابو هاب عايز اعرف الزاويه بتاعت الاي الاولاني اكتب كام والزاويه بتاعت الاي التاني اكتب كام؟ على حسب ايه؟
زاويه ملهاش علاقه ب في. لو انا قلت لك ان في دوت ليه في زاويه زيرو، انت حفظت خلاص ال 53. خلي بالك والله العظيم الكلام ده مش هريب. انتوا خدتوا بالكم ان من شويه ابو هبه لما طلع على البورد تمام وهو بيقول كوزاين ماينس 1.6 عمل ايه؟ سال الناس فقالوا له 53. طب هو كاتبها على البورد كام؟ 56. فانا اتريقت عليه ساعتها وحصلت قفشه ظريفه كده ف 53. 53 دي تفضل معلقه في حياته ابدا الظهر. يعني بعد 20 سنة اللي هيسأل أبو هبه يقول له إيه؟ وزاره من 1.6 اتخرج من كام؟ 53. أنا بقى نفسي تعمل كده مع كل غلطة بتغلطها. حد فاهم حاجة؟ يعني مع كل غلطة بتغلطها لو جيت وقفت عندها وبروستها وعرفت كانت فين المشكلة؟ ده بيحصل إزاي؟ بيحصل إن اللي أنت بتحله ما بتبنوش. بحتفظ بيه وأكتب لنفسي كومنتات على دوت. ليه نيجاتيف على أبو هبه؟ أحط بوست هو ده مثلث ولا فوق ولا تحت؟ مثلث فوق ولا تحت؟ مثلث البي ولا مثلث التاني؟ مثلث البي والكيو. بس كده. دي ماينس 53. بونت 1 3 خليها معاك يا عبد الرضا، مش حد شايف مش عليك فيها بس يعني ايه؟ عايز حد تاني يقول لي الزاوية بتاعت 3 كام؟ 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 بوزيتيف 45. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف 45. لو سألتك بقى عايز حد يحسب لي بالأرقام ماجنيتيود الأي واحد بكام؟ الأي طبعا آخر درجة. سجن. البي ده بال 220 فولت بتوعه. اه 6 ما هي 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 كام؟ كام؟ 6 ده 6 6 من 100 6 و6 من 100 ايه ده 6.06 حبيبي حاجه غلط يا ابني تاني هو ال في اي دي 2.27 ماشي احسن هي تبقى 2.27 هل بقى يعني هل احنا مختلفين مع بعض ان اللي هنا واللي اسمه اي توتال ده عباره عن مجموع الاثنين؟ دي ما فيهاش اختلاف بس هل 6.06 و 2.27 هتطلع لي 8.33؟ ليه بقى؟ قلت لي عشان كومبلكس فالمفروض لو انت عايز تجمع الاثنين دول تعمل ايه؟ سيبهم بالاله حيوم تخيلي؟ حيوم تخيلي؟ تجمع حيوم ايه؟ شرع تخيلي مفيش حاجه اسمها لما اسالك الكرم بكام تقول لي 6 زائد جي 8 ولا 7 زائد جي 9 لازم ترجع تاني تحوله لايه؟ لماجنيتيود وزاويه لو حولت الطيران بتاعك لماجنيتيود وزاويه الفي بتاعت السبلاي هنا هي 220 ولا رقم مختلف؟ هي نفس ال 220 تقدر تعرف الاي بتاع السبلاي فتقدر تحسب لي البي والكيو والاس بتوع السبلاي عادي جدا. المساله دي كده فيها كومبلكس ولا ما فيهاش كومبلكس؟ يعني هحسب فيها كومبلكس ولا مش هحسب فيها كومبلكس؟ حاجات بسيطه. حسبت كومبلكس في المساله؟ يعني كتبت جي؟ اه كتبت في مين يقول لا؟ انا بجمع الثلاثه بس. انت اللي قلتي لا؟ مين اللي قال لا؟ في بنت قالت لا؟ انت قلت لا ما كتبتش لا في بنت قالت لا اهي انا كده في المساله دي حسبت كومبلكس ولا ما حسبتش كومبلكس؟ حسبت كومبلكس انت اصلا هتجمع الاثنين دول ازاي؟ كومبلكس ما ده كومبلكس على فكره
حلو كده؟ المسألة دي أنا لسه فيها دلوقتي كومبلكس، بيطور لك الموضوع شوية. يعني لو عايز تجيب المسألة دي في الامتحان، على فكرة إحنا بنحل مسألة امتحان فاينل. لو عايز تجيب المسألة دي في الامتحان يزود لك عليها بوسة خفيفة كده، ألا وهي إيه؟ دلوقتي لو أنا تخيلت إن أنا في مصر، في مصر ودي ودي مكنة واحد ومكنة اتنين اللي هما في عنبر ثلاثة، حلو كده؟ السبلاي ده جاي من ايه؟ يعني تعالى نتفق على حاجة، أنا دلوقتي في بيت والفيشة دي وهناك كام؟ 22 فولت يا ابني. يعني لو عايز اعدل ال 220 فولت دي اظبطها منين؟ عايز ازودها شويه يا اخي، اروح احط الكهرباء؟ قلت لي خلافتنا الفيشه دي واصله بسلك، واصله بسلك، واصله بسلك لغايه اللوحه اللي موجوده ورا هنا واللي فيها سويتش كده بشغل منه الفيشه او افصل على اللاين كله لو عايز. اللوحه دي عندي امكانيه ان انا اروح عند اللوحه دي اغير الفولتج؟ المبدا ده بقى كله على بعضه عباره عن لود بيتغذى منين؟ قلت لي بيتغذى من المحول، لا المبدا ده بيتغذى من المحول الجديد اللي هنا اللي في سوق الكليه. وانت عند البوابه اللي عند 6 اكتوبر، عارفين بتاع 6 اكتوبر بتاع الاردني؟ البنات حاجه بيقولها من الحاجات ديت. قدام الراجل ده في المحول الجديد في سوق الكليه عندنا اللي بيغذي المبنى. فلو قلت ده مبنى رقم واحد عندنا في الكليه اللي بيتغذى من محاوله المحاول دوت، وده المبنى الثاني اللي بيتغذى من نفس المحاول اللي هو مبنى عماره، مش انا اقدر اجمع مبنى عماره كله واشوفه عباره عن كام لود؟ لود واحد. انا نفسي اللي يوصل اللود ده بكام؟ 220 فولت. طب لو هو مش 220 فولت نفسي اعمل ايه؟ اظبطه على 220 فولت؟ اظبطه منين؟ اظبط الفولتج ده لو عايز ازوده سنه ولا اقصه ده منين؟ المحول. بظبطه ازاي من المحول بقى؟ قلت لي بص يا معلم، اللود بتاعي ده انا عارفه ولا مش عارفه؟ عارفه، انا عارف الحاجات اللي عندي صح كده؟ ونفسي يبقى فرق اللود بتاعها كام؟ على فكره 220 ده ممكن ما يبقاش الحقيقي، ده اللي نفسي فيه صح كده؟ فرحت حسبت الاي واحد والاي اتنين. ولو الموضوع كده هقول لك روح اظبط لي المحول على كام؟ على 220. السكه بقى من المحول لغايه المبنى بتنتقل الكهرباء وايرلس بلوتوث، يعني هل المحول بيغذي المحول ده بيغذي المبنى ده بلوتوث؟ بيغذيه ازاي؟ بكام؟ الكم ده لو حبيت اعبر عنه واحطه في الرسمه دي احطه فين؟ احطه بارلل؟ سيز. الكم ده سيز مع الكم ده سيز، والمفروض يبقى في حته هنا وحته هنا، سواء موجوده مثلا لو دول موجود هنا ريزيستنس وهنا ريزيستنس، هنا 3 اوم وهنا 3 اوم، مش الاثنين دول مع بعض سيز؟ اقدر اجمعهم واحطهم بكام؟ بستة. الكم ده لما بنيجي نعبر عنه عندنا في المسائل بنعبر عنه بأحد طرق ثلاث، يا إما نهمله أصلا خالص نقول يا عم ده نحاس، يعني ما هيعمل لنا إيه النحاس يعني، يا إما أخش في حتة أدق شوية أقول اعتبره ريزيستنس، يا إما لو عايز تبقى أكمل شوية بحط الكم دوت عبارة عن ريزيستنس وكويل. حلو؟ لو انا قلت لك ان الكابل اللي هيغذي المبنى دوت الريزيستنس بتاعته 1 اوم والاكس ال بتاعته 1، يعني جي 1، احطها ازاي الكلام دوت؟ احطهم فين على الرسمه هنا؟ قلت لي هتقوم حاطط لي هنا كده في الرسمه 1 وجي 1. ليه حطيتهم سيريز ما حطيتهمش بارلل؟ ليه حطيتهم سيريز مش بارلل؟ ان هم في السكه. بالمناسبه لو انا بغذي لود تاني كنت هحطه فين؟
القاعه ديت عملت لي ايه دلوقتي؟ خلت لي الفي اللي هنا هو نفس الفي اللي هنا؟ لا. دي بقى الكيس الحقيقيه في العمل. ان انا عارف الاحمال اللي في المركب اهي. ونفسي يبقى فرق جهد كام؟ 220 وزاويه زيرو اهو. فاقوم جاي على الورقه واقوم عامل ايه؟ اقوم حاطط الرسمه دي على الورقه. واحسب الاي واحد فين؟ على الورقه. واحسب الاي 2 فين؟ على الورقه. واحسب الاي توتال فين؟ على الورقه. تقدر تحسب الفي بتاعت الصيدلي؟ تقدر تحسبها؟ تحسبها ازاي دي؟ كيف ايه؟ الفي بتاعت الصيدلي ديت هتساوي الاي توتال بتاعك في 1 بلس جي زائد ال 220 والزاويه زيرو. عادي جدا. بس خلي بالك الحسابات دي كومبلكس ولا مش كومبلكس؟ كومبلكس. والاي ده انت هتطلعه مجنتين وزاويه وتفك وتدخلي لغايه لما تطلع لي الفي اس دوت حاجه بلس جي حاجه. فاقول لك حاجه بلس جي دي حاجه لا تحمل بالنسبه لي اي معنى، لازم تحولها لي ايه؟ لماجنتيود والزاويه. فلما مثلا الاقي الماجنتيود دوت 234 فافهم ايه؟ افهم يا باشمهندس المحترم، روح عند الترانسفورمر اللي انت بتقدر تعمل ايه هناك؟ تلعب في الفولتج تغيره من حاجه اسمها تاب تشينجر. واظبط لي على كام؟ على 234. عشان لو انت ظبطت ده على 234 هيوصل لي هنا كام؟ 220. هذه هي كيس حقيقيه تماما. هذه كيس حقيقيه تماما. حد فهم كده؟ دي مساله في الامتحان. مش دي مساله، دي ينفع تبقى مساله في الامتحان، يعني دي احتماليه من احتماليات مسائل الامتحان. ان انا اجيب لك لود او اثنين او ثلاثه، افرض يا اخي ان هم كانوا ثلاثه كان ايه اللي هيتغير معاك؟ اي ثلاثه انا مسافر. بما ان هي اثنين من الثلاثه مش فارقه فانا مش هسخف. فاهم حاجه؟ ماشي. فبتحسب اي واحد وبتحسب اي اثنين وبتحسب مجموع الاي توتال، ولو اديتني الاثنين دول حلو اقدر اجيب لك الفي بتاعت السبلاي. السبلاي دوت بقى ليه في ماجنتيود وزاويه، وفي اي ماشي فيه انت عارفه ماجنتيود وزاويه اللي هو الاي توتال بتاعك. تقدر تحسب لي البي بتاعته والكيو بتاعته والاس بتاعته؟ صح كده ولا ما اقدرش؟ من اي قوانين؟ في 5 كوساين 5 في 5 ساين 5 صح كده؟ 5 بتاعت اللود الاولاني ولا بتاعت اللود الثاني؟ بتاعت التوتال ولا بتاعت اللود الاولاني ولا بتاعت اللود الثاني؟ امال ال 5 هي ايه؟ الاوفر اول الزمن اللي بيكون فيه دي اس والاي توتال زي الفل. تتوقع البي اللي بيطلعها السبلاي ده بتروح فين؟ مش السبلاي ده بيطلع بي ومطلع كيو؟ مش انت كان عندك حاجه اسمها الباور بالانس في الدي سي؟ نفس الباور بالانس عندي. لو جبت البي بتاع ده هلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن البي بتاعت الاولاني زائد البي بتاعت الثاني زائد البي اللي راحت في دول. هم دول بياخدوا بي؟ الريزيستنس خد بي، قيمتها اي سكويرد. اجيب الماجنتيود بتاع اي سكويرد تمام واربعه واضربه في الواحد فهتلاقي البي اللي هنا زائد البي اللي هنا زائد البي اللي هنا بتساوي مين؟ البي بتاع السبلاي. وهتلاقي الكيو اللي هنا زائد الكيو اللي هنا زائد الكيو اللي في ال ده بتساوي الكيو بتاع السبلاي. بس اوعى تنسى، خلي بالك، هو ده لاب ولا ليد؟ لا، فالكيو بتاعته لفوق 500 مثلا. ده لاب ولا ليد؟ ليد. فالكيو بتاعته لتحت ب 300 مجموعهم يديني كام؟ 500 لفوق و200 لتحت. سوري 500 لفوق و300 لتحت يديني 200 لفوق. الكيو اللي هنا لفوق ولا لتحت؟ لفوق. فلازم الاقي الكيو اللي طالع هنا لفوق. النوعيه دي من المسائل سهله ولا صعبه؟ سهله ولا صعبه؟ يعني لو جبت ليه مساله امتحان 5 يعني منوظه تبقى حلوه؟ تبقى حلوه؟
مسألة امتحان فاينل، والله هي كده. لو كنت في مسألة امتحان فاينل أنت بحبه؟ ده سؤال مش كمين. ده سؤال بجد مش كمين. لو دي مسألة امتحان فاينل تبقى مسألة حلوة ولا وحشة؟ ايوه خلي بالك اسمك ايه؟ مريم. مريم قالت لي ايه؟ مش حضرتك مش هجيب حاجه شفناها قبل كده؟ مش هجيب لك نفس الجود ده بنفس التفاصيل ونفس الجود ده بنفس التفاصيل. لكن مثلا لو انا جبت لك في اثنين لوز وده بدل ما انا بديك البي والباور فاكتور اديتك الاس والباور فاكتور. وفي الثاني اديتك الكيو والباور فاكتور. ودي بدل ما كانت 1 بلس جي 1 بقت 5 بلس جي 3. هل تعد دي كده مساله جديده؟ لا. ده اللي انا اقصده، انا مش هجيب لك حاجه معجزه. فكره لوز اثنين ولا ثلاثه كونكتد ان بارلل وفي ترانسميشن لاين ولا في فيدر بيغذيهم فهديك بياناته. خلي بالكم انتوا عارفين او شايفين ده سهل عشان انا فهمته مع نفسي واحده واحده، لكن ده في ناس بتتلخبط فيه في الامتحان، توصل مين سيريز وتوصل مين بارلل. فلو انا فاهم ده واحده واحده الاقي الموضوع سهل ولا صعب؟ سهل. انا بس ليا تعليق بسيط بس خايف اقوله لما بوظنا دماغك. انت عندك اعتقاد قاطع وراسخ ان لما نيجي نحسب يطلع ده اكبر ولا ده اكبر؟ المفروض البيس ده اكيد ان في اس اكبر صح؟ وحياه ابوك مش شرط. عشان احنا قلت لك قبل كده قلت لي يا راجل اتق الله ده 220 زائد قلت لك كومبلكس ممكن لما ازود حاجه على حاجه في الكومبلكس يطلع المقصره اقل 99% من الحالات في الحياه ان ده فعلا بيبقى اكبر من ده فعلا. لكن خلي في بالك دايما ان في 1% في كيس ينفع اعملها لك تلاقي ايه؟ تلاقي اللي هناك ده مثلا ده طالع 220 فيطلع لك ده 214 وحياه ابوك خدها يعني ايه؟ اقبل يعني ده مش يعني مش بتاخدها انت عقلي يعني مش انت بتجاملني وكده ويعني ايه؟ العبيط والاخطر انا فعلا الخط اللي جاي لنا من السد العالي قلت لك بقى عند السد كام هناك؟ 500 كيلو فولت. حلو كده؟ عقبال ما يوصل القاهرة ال 500 كيلو فولت دول يقل ولا يزيدوا؟ بيقل شوية. حلو كده؟ والمصحف ينفع يزيد. قلت لي ايه ده؟ مش الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم؟ انتوا هتشتغلونا؟ ايوه دي الطاقه التي لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني ايه؟ قلت لك يعني لو الفولت ده زاد هتلاقيه زاد على حساب مين؟ على حساب الطياره. يعني دلوقتي لو انت بصيت على جيم ده تمام؟ تحس ان هو منفوخ شويه صح؟ فده انديكيشن ان فيه هو فيه فلوس. مش كل ما الجيم ده يتنفش اكتر يبقى معناه ان فيه فلوس اكتر. يعني ممكن واحد تاني منكم يقف جنب مني كده ويبقى جيب البنطلون بتاعه فلات مش باين فيه اي حاجه. اقعد معاه 5 ورقات كل ورقه ب 200 جنيه خفيف كده فعملت ايه؟ فماشي مش باين في البنطلون. انا لما جاي حد اداني 500 جنيه 5 سنت. فلما احطها في جيب انت تحس ان الدنيا مالها؟ ده بقى بالظبط عايز يبقى نفس انطباعك عن الفولتج. يعني ما تقوليش مثلا ايه؟ ده الفولتج كان ب 500,000 بقى ب 800,000 كل ربنا يبارك لك. لا لا ربنا يبارك لك والله ده فك 500,000 من ابو كام بقى الولد في يد مين؟ فاهمين حاجه؟ انا بس عايز بالمره عشان لو قدرت ده في حياتك بعد كده تبقى نفسيا ايه؟ متقبله. بما ان مع ان ده
بيساوي اللي هنا زائد زائد الحبه دول، اللي ان زائد الحبه دول ممكن احلل يبقى بينهم. طب استنى استنى، انا هعمل ديال وايه ورزق ورزق على الله. حلو، مش انا قلت لك قبل كده ينفع نحل المسائل بالفيزو؟ بالفيزو. الفي اللي هنا كان كده. حلو كده؟ مثلا ده الفي. والاي اللي هنا كان كده. ده الاي. صح كده؟ ده المفروض عشان اجيب منه ده محتاج اجمع كام حاجه؟ محتاج اجمع ليه؟ الدروب اللي على ديت والدروب اللي على ديت، صح؟ الدروب اللي على ريزيستنس ايه علاقته باتجاه الكرنت؟ نفس اتجاه الكرنت. فلما تيجي تجمع الدروب اللي على ريزيستنس ده كده الاي في الار في نفس اتجاه الكرنت بتاعه، صح؟ طب والاي في الاكس ايه علاقته بالتيار؟ يا رب الطيارة سابق الهاي بتاعه كام درجة؟ 90 درجة. تعرف ترسم لي حاجة سابقة ده ب 90 درجة؟ هو اتجاه البوستيف ازاي؟ اتجاه البوستيف كده، فالهاي في الاكس هتبقى هنا. طب لما عاوز اجمعها ده احطها فين؟ قلت لي احطها كده. ده كده الهاي في الاكس هنا. الفي اس بتاعك عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده زائد ده زائد ده. عارف ده زائد ده زائد ده يطلع لك ايه؟ أقل من الرقم. طلع لي ده. طلع لي الفي اس هو الحتة دي. ده أطول أطول من الفي اللي تحت ولا أقل منه؟ يقينا أقل منه. الكيس دي بتحصل إمتى؟ بتحصل لما أنا التيار بتاعي ليد. ولو ليد ب 90 درجة اقسم بالله لازم يطلع ده اصغر من ده. طب لو كانت زاويه اقل من 90 يعني لو كانت ده عامل كده قلت لك انا يبقى الاي في الار عامل كده والاي في الاكس اللي عامل كده والمحصله بقى احتمال تطلع قدها تطلع اكبر منها برضه تطلع اقل منها بس هيبقى في دايما طول الوقت احتماليه ان الفي سيبنج ده دوت الكوبايه اقل من الفي ريسيفنج اقل من الفي ريسيفنج بشرط ان يكون اللود بتاعي ماله؟ ليه؟ يعني لو اللود لاج في احتماليه؟ لا. بالمناسبه لو التيار ده لتحت كان هيبقى الاي في ار بتاعتك في نفس اتجاهه والاي في اكس اللي كده. فالمحصله فين؟ كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم لو كان اللود بتاعك لاج مستحيل يطلع في اس اقل. لكن في احتماليه انه يطلع اقل امتى؟ لو كان اللود بتاعي اكيد هيطلع اقل امتى؟ لو ليه 90 الحته دي خلصت؟ انا لخبطتك؟ لخبطتكم؟ طب يعني اللي حاسس ان الكلام ده ملخبط يرميه ارجع تاني للمساله بتاعت الامتحان انا بس حاجة يعني هتفرق كتير جدا جدا لو انت بقيت مهندس يعني عارف حته او نفسيا مقتنع بيها ان في الكومبلكس ينفع اجمع ده على ده ويديني ده ويبقى ده اقل كمجنتيود عشان قلت لك انا ممكن اجمع 10 على 10 تديني 10 وممكن اجمع 10 على 10 فتديني كام؟ فتديني 11 وممكن اجمع 10 على 10 فتديني 7 وممكن اجمع 10 على 10 فتديني 20 وممكن اجمع 10 على 10 فتديني 0 صح كده؟ يعني مش معنى ان انا اجمع ان محصله الجمع دي بتطلع دايما اكتر في اي حاجه؟ في البرتقال. اشترى محمد 3 برتقالات، اشترى محمود 7 برتقالات، يبقى كده 3 و7 10 برتقالات. خلاص كده؟ النوعيه دي من المسائل فيها مشكله؟ هتلاقي في الليكشر نوتس مساله من النوع ده محلها. يكفيك كم مساله بحلها عشان تقولي ان النوع ده خلاص كده بالنسبه ليك حلو؟ ثلاثة؟ أربعة؟
اربعه خمسه بس تشوفهم ولا تحلهم؟ تحلهم. ولازم يبقى فيهم واحده عمياء. يعني ايه واحده عمياء؟ يعني يبقى في اتنين محلولين وانا مش بعرف حل، بحلهم بايديا وبشيك مع مين؟ بشيك مع المكتوب. ولازم تبقى في واحده انا اللي ابتديتها من الاول. وحلها فين؟ حلها معايا ولا الفاينل مصر بتاعتها معايا؟ لا حلها ولا الفاينل مصر. طب هنعمل هنعرف منين؟ يا عم نحلها مع بعض. مش احنا عاملين جروب على الفيسبوك؟ واحد يحط مساله ونبتدي نعمل ايه؟ انا طلعتها 50 وزاره 13، الراجل ده 50 وزاره 13، كله طلع زي الفل. انا بقى طلعتها 50 وزاره 13 وانت طلعتها 40 وزاره 17. يبقى مبدئيا احنا الاثنين فينا واحد منهم. في واحد طابق، نعمل ايه؟ نرفع الحل ده للحل ده. ويا اما انا هطلع لك الغلطه اللي عندك يا اما انت هتطلع لي الغلطه اللي عندي. من غير كده هتخش الفاينل وتلبس نفس اللبسه اللي لبستها في البيت. لازم تشتغل على كذا ليفل. اول ليفل انا عرفت المعلومات زي الفل. قبل ما امشي حد عنده اي مشكله في ده؟ الخطوه دي تؤهلك انك تحل مساله الفاينل بنسبه لا تزيد عن 30%. تخيل ال 30% دي هتبقى 60% لو جبت مسالتين محلولين قصاد مني وعملت ايه؟ حليتهم بايديا وتاكدت ان الارقام طالعه نفس الارقام، بقت نسبه حل مساله الفاينل كام؟ 60%. اصلا بقول لك الستيب دي انت ما كنتش وصلتها في البيت. يعني ما كنتش انت بتحل مسائل كتير في البيت، كان عندك مسائل كتير صح، واللي عدى منكم على مسائل كتير يقصد ان هو عمل ايه؟ اتفرج على مسائل كتير. صح؟ الفيس الثالثه بقى لو انت جبت مساله مش محلوله وحلتها وريحت لنفسك وطلعت الغلطات اللي فيها غلطات، بس خلي بالك في نوعين من الغلطات انا مستحيل اطلعها لنفسي. عشان كده بقول لك لازم تبقى في عين ثانيه بتعمل ايه؟ بتراجع. انت عندك فكره ان الان دلوقتي وانا ببص على الحاجات بتاعتكم الاقي حد كاتب 2 في 3 5؟ هو تفتكر هل في احتماليه مثلا ان انا اشك ان في واحد فيكم وهو كاتب 2 في 3 5 الامتحان مش عارف ان 2 في 3 6؟ ما تلاقي دي غلطه التركيز، دي غلطه التركيز. تصدق انك لو رجعت على دي 10 مرات في الامتحان تعدى عليها مرات دي 3 5 وتكمل، تعدى عليها مرات دي 3 5 وتكمل، تعدى عليها مرات دي 3 5 وتكمل، تكمل تكمل والمصحف عدى عليها هتقراها وتكمل. ليه ده؟ ليه بس؟ خلاص الانبوت اللي جوه في حته ناقصه. مين اللي طلعها؟ يا اما انت في مود تاني في وقت تاني وده مش هيلحقك يوم الامتحان. يعني ممكن بعد ما اخرج من الامتحان واروح البيت واقعد مع نفسي وابتدي استعيد ذكرياتي تكتشف ان انت كنت تهبل. او حد تاني مش في نفس مودك. الغلطه ديت انت بتعملها كتير. الغلطه دي بقى بتبقى بتاعت واحد مش عارف المساله. ده انا بقول لك 2 في 3 5 ده انت بقى بتكمل الار سكوير فتطلعها 2 ار. وتفضل الار سكوير فتطلعها ار تكحيم على 3. الحاجات دي كلها مش معناها ان انت احمر، انا بعمل كده. يعني الغلطات بتاعت التركيز دي انا وانت فيها سيان مش ربع. بس انا اقل منك ليه بقى؟ لان انا كنت كل ما اعمل كده سايب على الوهاب كده في الديزاين 0.6 بكام؟ 53 خلاص. 53 بروستها بروستها. لو بروست ده مره واثنين وثلاثه خلص. هتدروسه ازاي بقى يا كابتن وانت بتقرا؟ يعني وانت بتقرا الحلول. حضرتك هتطلعها من دي. ده الكلام على فكره انا لما بديك حل المساله في الغالب انا عندي 9 مرات قبل كده. وحتى لو السنه اللي فاتت وانا بديهم الحلول لقيت مساله فيها حاجه غلط هعمل ايه السنه اللي بعد منها؟ هصلحها قبل ما اديها لك. فعينك مش هتطلع غلط تاني. دي احد احتمالات المسائل في الامتحان. فيها مشكله؟ تعال نشوف المساله الثانيه وانت بقى اللي تحكم هي اسهل ولا اصعب. المسائل كان ممكن يفيدني برضه
ولون اهو رقم 2. والرقم الطيب ده ليه مثلث؟ ليه بي وكيو واس وفار، واحد بي واحد. والرقم الطيب ده ليه مثلث؟ ولذلك يسمي كوزاين فاي توتال ديت الاوفرول باور فاكتور.
او التوتال بيرفكت. مش انا لسه بقول لك ان المبنى ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن لود. هو اصلا كان اللمبه لود، واللمبه دي لود، واللمبه الثانيه لود. بجمع اللود دي ازاي؟ مسدسات كده. حلو؟ قلت لي تمام. ركز جدا بقى في الرجاعه عشان مسالك الامتحان بجد. امسح ده. عايز اجمع المسدسات بالرسم. فاول خطوه هعملها هي اختيار مقياس رسم مناسب. يعني لو الحاجات اللي عندي دي بالكيلو مثلا يبقى الواحد سنتي بيساوي 1000. لو لقيت الارقام 600 و400 و800 يبقى الواحد سنتي بيساوي كام؟ بيساوي 100. اول حاجه لما كنا بنرسم في الفيزر دياجرام بتاع اللي انا قلت لك مش هيجي في الامتحان، كان الفولتج دي سكيل والكلام دي سكيل، صح كده؟ كان وارد ان الفولتج يبقى 1:100 والكلام 1:5 مثلا. السكيل اللي هتختاره للبي ولا للكيو ولا للاس؟ السكيل اللي هتختاره هنا للبي ولا للكيو ولا للاس؟ خلي بالك الكلام ده انا قلته في اول المحاضره اللي فاتت، اوعى تنسى ان الثلاثه حاجه واحده. الثلاثه اسمهم ايه؟ الثلاثه اصلا احمد يا كابتن. احنا قلنا احمد عاصم واحمد محمود واحمد عماد عشان افرق. الثلاثه جايين من فولت في طياره. صح كده؟ بس واحده منهم سميتها وطخ، والثانيه سميتها فار، والثالثه سميتها فولت امبير. لكن الثلاثه عباره عن ايه؟ فولت في امبير. فرقم واحد مقياس الرسم ده لمين؟ للتلاتة. حلو كده؟ كده حلو. نفترض ان انت رسمت المثلث الاولاني. حلو كده؟ كانت ده 600 واط او 800 واط. كان ده 600 فار. فبيطلع ده 1000 فولت امبير. وخلال الرسم ده برضه 1 سنتي بيساوي 100. فهو الطول ده 8 سنتي والطول ده 6 سنتي والطول ده كام؟ ده رقم واحد ولا رقم اثنين؟ ده لود رقم واحد ولا رقم اثنين؟ قلت لي مثلا ده لود رقم واحد. عايز ارسم اللود رقم اثنين. ارسمه فين؟ قلت لي بص يا ريس، بتيجي من عند نهايه المثلث الاولاني اللي هي فين؟ خلي بالك انت بادئ من النقطه دي. وصلت لفين؟ وصلت للنقطه دي وهو حاطط محاور جديده هنا. واللود التاني بيترسم فين؟ بيترسم المحاور الجديده دي. فمثلا مثلا ادي البي بتاعه وادي الكي بتاعه. فين الاس بتاعته؟ قلت لي ادي الاس بتاعته. فين بقى البي توتال والكيو توتال والاس توتال؟ اوصل. قلت لي بص يا معلم، ما هو البي واحد زائد البي كيو دي الحته دي كلها البي توتال، صح؟ والكيو واحد زائد الكيو دي الحته دي كلها مين؟ كيو توتال. قال لي ريح دماغك، لو وصلت النقطة دي لآخر نقطة وصلت لها بالنقطة دي، دي كده الاس. ولو حبيت أقول لك فين البي توتال، خلاص بقى دي كده البي توتال ودي كده الكيو توتال. مرضي؟ قلت لي مرضي. يا مشكلة؟ في حاجة صعبة؟ خلي بالك أنت هنا رسمت المثلث الأولاني والمثلث الثاني، صح؟ أنت عشان ترسم المثلث ده محتاج كام معلومة؟ اثنين. خلي بالك أنا رسمت دلوقتي معرفة البي والكيو، والبي والكيو مش شرط إن تبقى المعلومات دايما هي البي والكيو.
المعلومات اللي في المثلث الاولاني والمعلومات اللي في المثلث الثاني وفكرت في احتمالات رخمه. يعني همسح ده تاني وعايز حد يفكر في معلومتين سخاف للود الاولاني عشان ما اعرفش ارسم المثلث. يعني تفتكر يديني ايه مثلا اللود الاولاني؟ مين؟ اسمه فاضل. قلت لي تعالى نقول ان اللود رقم واحد مديني الاسم فاضل. طب واللود رقم اتنين؟ بيو ايه؟ لا احنا بنتكلم في البيو والكيو والاس والفاي دلوقتي. يديني مين من الاربعه؟ البي والفاي. تعالى تقول بي 2 وفاي 2 ماشي. قلت لي تعالى بالنسبه للود الاولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل محورين هنا. صح كده؟ ومديني مين؟ مديني الاس والفاي. تعالى ناخد ارقام نقول قال لي ان الباور فاكتور بتاعي يكون 6. ده بتاع مين؟ بتاع ابو هاني. وقال لي ان الاس بتاعتي ب 10,000 10 كيلو فولت امبير. مثلا 10 كيلو فولت امبير انا قررت ان ال 1 سنتي هيكون 1 كيلو وات ولا فار ولا فولت امبير ولا اي حاجه. 1 كيلو خالص 1 سنتي 1 كيلو كلهم حاجه واحده. فعشان ارسم الاس والباور فاكتور دول عارف هعمل ايه؟ هقف بالمجال الاول اعمل محل هندسي بزاويه كام؟ طب وهي بتقلق. او واقف عامل محل هندسي بزاويه 53. الخط ده كوزاين ولا سبار 0.6 واخد عليه كل قد ايه؟ قلت لي او واقف بالمسطره بتاعتي او بالبرجل واقوم واخد عليه طول 10 سم. وتبقى دي كده هي الاس 1. بالمناسبه لو حد عايز يحسب الدي 1 والكي 1 قلت له خلاص بقى مش قصه. هي ادي البي 1 وادي الكي 1 تقدر تطلعهم لي كارقام قيس بالمسطره واضرب في الالف. حلو. اللون التاني هتقسمه بمين؟ اللود الثاني هحط المحاور بتاعتي فين؟ عند راس المثلث. اهو عند راس المثلث. مديني ايه للود الثاني؟ مديني الفار. مديني الفار فاكتور يعني قال لك لاج ولا ليد؟ هو هتفرق في ايه؟ لو لاج هتطلع ازاي؟ هطلع لفوق. طب ولو ليد؟ هنزل لتحت. الفاي بتاعتنا عايزينها لاب ولا ليد؟ تعالى قول ليد. سخافه. سخف بقى. ليد ديت معناها ان المثلث بتاعنا لما يترسم كان هيترسم كده. صح كده؟ فهاجي من هنا ديت فاي 2 وده محل هندسي كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور 2. ليه عملت المحل الهندسي ده لتحت؟ عشان قلت لي ليد. ومديني مين تاني؟ البي 2. البي 2 بتترسم فين؟ قلت لي البي 2 اهي. طب دي البي 2 وده الباور فاكتور. تفتكر المثلث كان هيكبر ازاي؟ قلت لي نزل خط كده. النقطة دي هي النقطة اللي تحدد أو اللي تحقق إن دي البي ودي الفار. يبقى الحتة دي هي مين؟ كيو 2. الحتة دي هي اس. فين الاس توتال؟ أول نقطة ابتديت بيها وآخر نقطة. الحتة دي كده الاس توتال. فين البي توتال؟
انزل الحته دي كده هي الكيو توتال. بالمناسبه هتلاقيها فعلا دي واحد زائد اثنين. فين الكيو توتال؟ في الحته دي كده الكيو توتال. بالمناسبه هتلاقيها الكيو واحد ناقص الكيو اثنين. فين الفاي توتال؟ انا هنا كتبت كلمه جي، مفيش جي في الموضوع. المساله دي احلى ولا المساله الثانيه؟ دي احلى ولا المساله الثانيه؟ دي احلى. دلوقتي قلت لك انت محتاج تمشي على مجموعه من الستبس عشان تبقى كواليفاي انك لما تخش الامتحان تبقى مطمن وتبقى نسبه حل للامتحان مبدئيا فوق 90%. الليفل الاعلى من انك تحل مساله الامتحان هو انك اصلا تحط مساله الامتحان. حد فاهم حاجه؟ يعني انا اتكلمت معاك اول ليفل ان انا افهم كويس جدا ده اللي انا بعمله معاك في المحاضره ومملوكش غيره بالمناسبه. تاني ليفل انك تبتدي تجرب في مسائل مالها محلوله مش اقراها لكن ابتدي اعمل ايه؟ انفذ. تالت ليفل ان انا ابتدي اتفرج على مساله مالها مش محلوله ولا معايا اي فاينل اصلا. رابع ليفل بقى وده ليفل التنين انك تحط مساله الامتحان. حط نفسك مكاني دلوقتي ارخم عليك ازاي وانت بترسم المثلثين دول. يعني الراجل اللي قال لي حط الاس والفاي والراجل الثاني قال لي حط الدي والفاي وخلينا ليه؟ وانت لو قدرت تعرف حدود سخافتي يعني ليه تقول لي اولك في السخافه اهو واخرك في السخافه اهو اذا الامتحان فين دلوقتي؟ الامتحان على الترابيزه صح كده؟ سخف عايز تخاف قول لي يعني اعمل ايه؟ ممكن ايه؟ لا هنا مفيش كلام خالص في المساله دي مش هخش خالص في حته مين؟ في حته الثلاثه. انا عندي اثنين لودز وعايز اجمعهم في واحد ثاني مساله بسيطه وسهله اتفضل. ممكن اخد يبقى معايا الاثنين باور فاكتورز ويبقى معايا البي مثلا البي 2 بدلاله البي 1. اديني يا باشمهندس اديني جيفنز كده قول لي في اللود الاولاني هديك كذا وكذا في اللود الثاني هديك كذا وكذا. ممكن البي 2 تبقى يبقى معانا الباور فاكتور بتاع الاولاني والباور فاكتور بتاع الثاني الباور والباور اللي هي البي بتاع الثاني تبقى بدلاله الاولاني. يعني البي 2 ايكوال مثلا 0.5 بي 1. طيب يعني اللود الاولاني يديني البي والباور فاكتور واللود الثاني يديني البي والباور فاكتور. بس بدلالته. يعني يقول لي ان هو عنده مرتين مثلا؟ مثلا. ايه المشكله؟ ما هي لو دي 50 والثاني عندها مرتين هتبقى 100. انا عايز حد يطلع فاضي. يحصل ايه لو حطيت لود ثالث على طول؟ هاجي لنهايه المثلث ده. نهايه المثلث ده واعمل ايه؟ واعمل محاور جديد. واحط تاني مثلث؟ احط مثلث اهو، مثلث تاني. فين التوتال؟ اول واحد عندي ده مش لا لا كده ده كده مش لعب. أنا عايزك الأول بس الإيه؟ ما ينفعش، خلي بالك اللعب أنت عشان ترسم المثلث محتاج كام معلومة؟ ما ينفعش أديك معلومة واحدة وأقول لك أنت كده هترسم المثلث وتقول لي دي مسألة. لا أنت كده مش أنت كده بتعجزني، مفيش تعجيز. المثلث الأولاني ده لو اديتك أي معلومتين من الأربعة قول لي يا أخي أي معلومتين يخلوك ما تعرفش ترسمه؟ اي معلومتين ارسمه والمثلث الثاني اي معلومتين في الاعتبارات دي. يعني افرض مثلا ان في المثلث الثاني كان قدامي الاس والباور فاكتور ابتدي عايز اعرف الباور فاكتور كنت هتعمل ايه؟ اعمل محل هندسي لفوق ولا لتحت؟ على حسب لو انت اخطيت لك ولا ايه؟ اعمل محل هندسي اهو، اعمل محل هندسي ده.
ولو ادتني الاس كنت هعمل ايه؟ هقطع منين؟ بالبرق اجيب دول الاس اثبت من هنا عشان اقطع الاس 2 اثبت من هنا واقطع لك هنا دي الاس 2 فين البي 2 والكيو 2؟ عليا ايه؟ كيو 2 بي 2 قفلت ملهاش انا معرفش اعمل معاك حاجه في الحته دي حد فاهم حاجه؟ انت عندك كام جيفن؟ 2 صح كده؟ في المثلث الاولاني 2 وفي المثلث الثاني 2 عندك كام احتماليه؟ اقعد تحط كل الاحتمالات اللي في الحياه يديني الاس والباور فاكتور يديني البي والباور فاكتور يديني البي طب افرض اديتك الكيو والباور فاكتور الباور فاكتور كنت هعمل محل هندسه اهو والكيو اتفضل ينفع ما تبداش من راس المثلث؟ الايه؟ ينفع ما تبداش من راس المثلث؟ لا لا خلاص انا بقول لك على المثلثين والمثلث الاولاني خلص هبدا المثلث الثاني من راس المثلث الاولاني الموضوع سهل انا دلوقتي لو انا مديك الباور فاكتور والكيو كنت هتعمل ايه؟ ادي الباور فاكتور جبت محل هندسي طب والكيو؟ همشي ما الكيو مش هجيبها غير لما اعرف البي هتطلع عشان اجيب اجيب ولا حاجه قلت لي هنزل المسافه اللي هنا ديت الكيو 2 وبروح اقطع كده واقول لك النقطه دي هي مين؟ هي الاس بتاعتك عشان تبقى ديت هي كيو 2 وتبقى ديت هي البي 2 في قصي على كده حاجه؟ دور لي على احتمالات ده الفاينل ركز انا هنا ما اعرفش اعمل معاك حاجه ما اعرفش اعمل لو اتضبط لو مش على الحيط لو اديتني معلومتين في المثلث الاولاني واديتني معلومتين في المثلث الثاني ما يحصلش خلاص ما فيش سر اديني بقى البي بار فاكتور انا عايز اكون قاعد في البيت تفضل تعمل ايه؟ جرب كده الاحتمالات اديني ايه؟ اديني ايه؟ فاهم حاجه؟ معلومتين في المثلث الاولاني ومعلومتين في المثلث الثاني يقينا هيرسموه مالهاش سكه هيرسموه حلو كده قفل الدنيا ضمن اللعب في ايه بقى؟ ان يديني ده خلي بالك انت عندك الاولاني كام معلومه؟ معلومتين والثاني معلومتين والتوتال هو كمان معلومتين صح كده؟ فيقوم يديني في الاولاني معلومتين ويديني في التاني ده معلومة واحدة ينفع كده؟ ما ينفعش ده كده نقص فيديني معلومة في التوتال حد فاهم حاجة؟ ده بقى ليه يا كابتن؟ قال لي ده اللعب قلت لي ليه؟ قلت لي لأنك لما تديني معلومة واحدة في المثلث التاني مش هعرف ارسم المثلث التاني لكن هعرف ارسم حاجة اسمها محل هندسي. يعني مثلا تعالى تقول اداني الاولاني سليم وخبى مني ديت وديت اداني الباور فاكتور بتاع التاني. حلو كده؟ فقلت لي ادي المثلث الاولاني واديني الباور فاكتور بتاع التاني لاب ولا ليد؟ ليد زي ما كنا كاتبين سخن ليد. فانت كل اللي هترفعه على المثلث التاني هو ايه؟ ان ده كده ده كده. محل هندسي للمثلث الثاني. المثلث الثاني نقطة فين؟ نقطة على الخط ده، فين؟ ما أعرفش. بس في المقابل هيديني إيه؟ إداني معلومة في التوتال. قال لي بقى الإس توتال بتاعتك كانت ب 15,000. ثانية واحدة. هي الإس توتال دي كانت بتشتغل منين؟ بتشتغل من هنا. صح كده؟ الاس توتال بتشتغل من هنا طولها 15,000 بس ما تجيش في اي اتجاه تعمل على البرجر قلت له يا معلم هو واقف هنا وبرجر وانقطع هنا كده حصل ايه دلوقتي؟ المحل الهندسي اللي انا رسمته بمعلومه من المثلث الثاني قطعته مع المحل الهندسي اللي انا عرفته بالمعلومه بتاعت التوتال اصبح كده دي النقطه دي كده فين الاس 2؟ اس 2 فين الكيو 2؟ خلاص بقى يا ريس هي البي 2 والبي 2 وادي الاس 2 ده اللعب
هاتيني كام واحدة منهم؟ هاتيني واحدة بس، كده كام؟ أربعة كمان. عندي كام احتمال لك مسألة الامتحان؟ 16. شيل منهم بقى، شيل منهم إن يديني مثلا البي بتاعت المثلث التاني دوت والبي توتال. حد فاهم حاجة؟ ما ينفعش تبقى المعلومة اللي بتديهاني في المثلث التاني هي البي، والمعلومة اللي بتديهاني في التوتال هي البي، اشمعنى؟ أجيب البي على طول وأخلص. لأن حضرتك أصلا لو اديتني البي بتاعت المثلث التاني أصبحت البي توتال أصلا مش مجهولة. فأنت لازم تديني جيفن تاني غير مين؟ غير البي توتال ونفس الحرف الكيو. فيبقى عندك كام احتمال كده؟ 14. وسلم الامتحان معاك. تعرف انت محتاج تعمل ايه في البيت؟ بقول لك اقعد مع نفسي كده واقول لنفسي ايه؟ سخف يا ولد، سخف يا ولد. اداني في المثلث الثاني الباور فاكتور بس اهو سخيف، واداني في التوتال الباور فاكتور. اعمل ايه؟ اقف هنا تمام؟ بلجم ولا بلجم دلوقتي؟ بلجم. واخد الزاويه، اقطع زاويه مع زاويه. خلي بالك انا كده بحل بالرسم ولا بحل بالكالكليتور؟ بالرسم. كان ممكن حد تاني خلاني يحل بايه؟ حل بالكالكليتور. يعني يقول لي كده بي واحد كيو واحد اس واحد، بي اتنين كيو اتنين اس اتنين، بي واحد زائد بي اتنين كيو واحد زائد كيو اتنين اس توتال، ويبتدي يشوف ايه الجافن وايه المطاليب. بس الحل بالاناليتيكال دوت مقرف. تعال نشوف الحاله اللي لسه مديها لك دلوقتي. مثلا مديك الاولاني كام؟ فيها مشكله؟ اداك هنا الباور فاكتور واداك هنا الباور فاكتور، فاي واحد وفاي تو. دي اسخن حاجه على الرسمه. تحلها ازاي؟ من قال؟ من قال؟ صعب بس كده. اصلا انت فاكر ايه؟ طب هنا اكيد ده ينفع يتحل. تعرف تحلها؟ لا اناليتيكال لازم يكون في حل بيحلها كده برضه. مش حاجة على الرسم، لازم يكون في حل هنا بالارقام يحلها. انا مش عارف ان الكيو بيجي منين، فعلى
عجلتين في مغلين يطلعوا يطلعوا الحاجه بتاعه. بتاعك تمام؟ هديك كيف التوتال؟
احنا اتفقنا ما ينفعش يديك البي توتال. ما خلاص البي توتال عندي، هديك ايه؟ هديك الاس. هتعمل ايه؟ اقف برجل. هيديني الباور فاكتور. اقف زاويه. هيديني البي توتال. قلت لي ما استهلكش. هيديني البيو توتال. قال لي ان البيو توتال كامل ب 1000 لفوق. فين الكيوتوتال؟ الاثنين هنا على بعض. هقف هنا واعمل كده ال 1000 دي الكيوتوتال وامشي بالعرض كده ويبقى طالع لي هنا عشان تفضل دي هي الكيوتوتال. بقول لك مفيش يا معلم، لو روحت البيت النهارده مع نفسي زي ما وصلت الكونكلوجن كده ان لو المثلثين يدوني اي معلومتين ارسم لك ابوه وتمام التمام، لازم تبصر بره حكايه المعلومه. المعلومه دي مالها؟ برضه مقفوله. دلوقتي بقى اي مساله فيهم احسن؟ خلي بالك مساله الرسم تتميز بميزه عظيمه الا وهي ايه؟ الا وهي ان هي تخش وقت عشان تعمل الكلام ده غير صغير. تاخد وقت قد ايه؟ ايه رايك بقى ان ممكن المسالتين يبقوا مساله واحده؟ حد فيهم حاجه؟ يعني ايه؟ بص انا عمال بجيب كل الاسرار اللي عندي، انا ببيعها. يعني انت قلت لي المساله اللي كانت عندنا اهو اهو ولود واحد ولود اثنين. اصلا يبقى لود واحد ده جبن. تمام؟ ولود اثنين معروف عنه معلومه. واقول لك ان الاوفر لود بتوع الاثنين دول انا عارف عنه ايه؟ عارف عنه معلومه. فتقدر انت ترسم لي مثلث التوتال. التوتال ده بقى الاثنين دول على بعض عباره عن كام لود؟ لود واحد. انت عارفه ولا مش عارفه؟ عارفه. فاديك فرق موديل عليه واديك الترانسميشن لاين واقول لك طب محتاج يتغذى مصدقه دي. الموضوع بسيط ده. انا نفسي توصل اني لو انا عايز اعمل معاك اي غلط مش عارف خالص. بس لو انت عملت ايه بقى؟ لو انت ما خدتش ده هو الامتحان. يعني انا متخيل دلوقتي الناس وهي قاعده دلوقتي صدق افكار حلوه وافكار جميله وانا بقول ايه بقول ايه؟ لو انت سددت غلط ده جوه الامتحان في الغالب ولا هتفتكر اي حاجه. هو كان بيديني واحد مرة هي سهله يا عم، هو بيديك واحد تعمل تاني بس بقى كان برجله بقى ولا بدقله في انت في انت في بهدله بقى. فانا افتكر بقى انت فاهم هتخش في الامتحان بتاعي. انت عندك 3 ريدوس. انا فهمت تمام كده؟ ده في المحاضره زي الفل. ويعلم ربنا ان انا بعمل معاك ده لغايه اخر المدى. وبجتهد ان انا اخلص لك ده كله كما ينبغي ان يكون. الليفل الثاني، الليفل الثاني احل مسائل محموله احلها بايديا عشان اتاكد الارقام بتاعتي مالها طالعه مظبوط. الثالث اجيب مساله مالها مساله مش محموله ولا معايا فرق اصلا. ده كده انا واثق انك ممكن تبقى واقف على رجلي. لو انا عايز ليفل التنين سخيفة. لو نجحت ده تمام؟
تاخد كام درجه؟ 5 درجات. حد فاهم حاجه؟ يعني في مسابقه دلوقتي اسمها مسابقه ايه؟ مسابقه اسخف مسابقه. لو حطيت مسألة على الجروب بتاع فيسبوك حلو كده؟ وقعدت يوم محدش عارف يحلها، انت خدت 5 درجات. ما كنت هتبقى كنت كده. ولو حد وهتكتب هاشتاج كده محد يسخفها. ولو حد دخل بس حل مسألة السخافة دي كده هياخد بوينت 5 أحسن. ولو حد جمع 5 بوينتس ياخد 5 درجات. محتاج تكون طالب سخيف قوي. اللعبة اللي بنلعبها أنا قررت أسخف، وفكر لكم في مسألة مالها رخمة، فحطيت المسألة على جروب على فيسبوك وكتبت عليها تحدي السخافة، وحطيت المسألة والوقت موجود. أول واحد هيخش الكومنت على المسألة دي بالحل، تمام كده؟ الراجل اللي حط المسألة عارف حلها ولا مسخف لل لو لا هو بص اول حل في الحلول ديت صح، الراجل اللي حاطط تحدي السخافه هيعمل لايك على الحل دوت ويكتب كومنت كده يريبلاي عليه يعني يقول له الحل ده مظبوط، فيقوم المندوب مسجل لمين؟ مسجل للراجل اللي حل على السخافه بوينت، البوينت مش بدرجه. لما يجمع 5 بوينتس مع بعض تبقى الدرجه. حلو كده؟ الراجل ده بتاع تحدي السخافه لو قعدت المسألة في نفس الوقت بتاع تاني يوم الراجل ده ياخد 5 درجات. لو حد عرف يقنعكم ان هو يعتيب يا جماعة ما حدش يحل المسألة انا موافق. يعني لو هو يعتيب بالدرجة اللي هتقعدوا كلكم ان انتوا تسيبوه كده لله تمام يستاهل ال5 درجات ذكر. انا ينفع خليني خليني اتكلم عليا؟ اه ما حلوه دي. مش عايزك تخاف. لو وصلت للمرحله ان انت اصلا بتفكر تحط مساله امتحان انت فوق الامتحان خلاص مفيش مشكله. بينك وبين الحل في الامتحان هو غلطات التركيز اللي انت هتحلها بكثره الغلطات دلوقتي، تغلط كتير دلوقتي وانت بتحل. طلع كل الهبل اللي عندك فين؟ بره الامتحان. انا بقول لك انا ومصلحتي ان كل المساله بتحلها ولا بتحلها غلط، بس عشان الغلط ده اتعلم منه ايه؟ اتعلم منه واحد. اللقطه الصح عايزها امتى؟ عايزها في الامتحان. الموضوع اللي هقوله دلوقتي دوت تكمله للمساله دي، لكن انا مش هجيبه في الامتحان. واضح الكلام دوت؟ يعني براكتيكال في تكمله للموضوع ده. ايه هي التكملة؟ قلت لي بص لو انا عندي لود او 2 او 3 او 17 تقدر تجمعهم في كام لود؟ في لود واحد صح كده؟ اللود الواحد دوت ركز بقى جدا في الكلام ده بعد كده ان شاء الله في حياتك يترجم لفلوس وممكن يبقى ان شاء الله سبب بتعليمك لو انت رحت انترفيو ولا حاجه. دلوقتي انا عندي لود، عندي 2، عندي 3، عندي 17، هيتجمعوا في كام لود؟ لود واحد. اللود الواحد ده ليه بي توتال وليه كيو توتال وليه اس توتال وليه فاي توتال. اسمها الاوفرول باور، اوفرول اكتف باور، اوفرول باور فاكتور او التوتال باور فاكتور والاوفرول ابيرنت باور. اللود ده لو انا حبيت ارسمه كزد يترسم عباره عن ايه؟ ار ال ولا ار سي اللي مرسوم على السبوره دوت؟ قلت لي يترسم عباره عن ولا ار بس؟ ار ال ولا ار سي ولا ار بس؟ قلت لي ده ار ال كانه ار ال يعني. والمناسبه ده
اي مصنع في الاخر هيديه مثلث زي مين؟ زي المثلث اللي موجود في الصندوق ده. هو عباره عن اندكتيف لود. خلي بالك الاندكتيف لود اللي يقينا الفي ريسيفنج عنده بتبقى اقل من السندنج. يعني لو عايز يوصل 220 لازم الترانسفورمر يبقى ماله؟ يبقى اكبر منها اللي هي الحاله الطبيعيه. تمام. اللود ده بيتغذى من سبلاي. بطاريه تفصل. وفي تيار طالع هنا من السبلاي اسمه اي سبلاي وتيار داخل هنا للود اسمه اي لود. ايه العلاقه ما بينهم؟ ايه العلاقه ما بين الاي اللي طالع من السبلاي والاي اللي داخل اللود؟ هو شغلش نفسك هو. ايه العلاقه ما بين الفي بتاع اللود والفي بتاع السبلاي؟ ايه العلاقه ما بينهم؟ هي تمام. اللود ده اللي هو المصنع بتاعي بياخد البي توتال وبياخد الكيو توتال وبياخد الاس توتال. شايفين بحاجة. البي توتال ديت هي الباور الاكتف اللي بتظهر في صوره سكونه وتشغل المكنه. طب والكيو؟ ما ظهرتليش في صوره بس المكن لازم ياخدها عشان يشتغل. مفيش موتور هيشتغل غير ما لازم ياخد ايه؟ ياخد كيو. حلو كده؟ حصلت المشكلة الآتية. الحكومة بتيجي تحاسبني على مين؟ بتحاسبني على مين؟ بتاخد مني فلوس دي. حلو كده؟ بينما الحكومة بتولد أصلا بعتني بي ولا بعتني كيو؟ بعتني الاثنين، بعتني الاس. أصبح الحكومة بتبعت لك الاس وتحاسب على مين؟ حاسب على البي. لو الباور فاكتور بتاعك كان حلو قلت لي يعني حلو، قلت لك يعني كان عالي. هو عالي يعني الزاويه اصغر ولا اقل؟ حسي بيدك اصغر ولا اقل؟ يهدى هي هي. ما هو الباور فاكتور ابو واحد ده الزاويه كام؟ ده الزاويه كام؟ زاويه زيرو. فلو كانت مثلا الزاويه دي قليله كل ما الزاويه دي تقل الجاب او الفرق ما بين البي والاس حصل له ايه؟ يقل. وده اللي عندنا في البيت. ان كميه الكيو اللي عندنا في البيت مالها؟ قليله. انت نسبه المواتير عندك في البيت للحاجات اللي بتستهلك الباور قليله. فيقوم ساعتها يعمل ايه؟ يسامحني ويسيبني. او مثلا لو هو كان ناوي يبيع الكيلو بجنيه يقول لك لا بجنيه وبريز. واعمل حسابه ايه دلوقتي؟ ان بيلم حق الاس بتاعته. لكن في المصنع الريشيو ما بين الاثنين دول ريزل رقم. انا ممكن اجي في مصنع الباور فاكتور بتاع 0.6. عارف 0.6 دي معناها ايه؟ معناها ان لو البي بتاعتك ب 800 فالاس بكام؟ سوري لو البي بتاعتك ب 600 فالاس ب 1000. فهو بيقول لصاحب المصنع لو سمحت ما تخليش الباور فاكتور بتاعك معفن زي كده. طيب صاحب المصنع هيسمع الكلام ولا ما يسمعش؟ هو بيحاسب على ايه؟ حاسب على مين؟ قول له طز. قول له طز. طب التاني برضه عايز يحل المشكله. حل المشكله الاولي انه كان يحاسب على الاس. حلو كده؟ لكن انا المنظومه اللي عندي كلها شغاله بايه؟ شغاله بكيلو وات. فاقول له انا حاسبك على البي بس هاجي في المصنع اقيس الباور فاكتور بتاعك. ولو لقيت الباور فاكتور ده اقل من قيمه معينه اقل ولا اكتر اللي بيعمل مشكله؟ يعني لما الباور فاكتور يقل يعمل مشكله ولا لما يزيد يعمل مشكله؟ لما يقل. يقول لي لو لقيت الباور فاكتور بتاعك مثلا اقل من 0.9 ما انا حاسب حسبتي ان البوينت 9 ديت انا اللي عامل حساب عليها انها تبقى نسبه الكيو في الحد الان من الاطار. فيجي لصاحب المصنع يقول لو لقيت الباور فاكتور بتاعك اقل من 0.9 انت عليك بلانتي فاكتور. عليك فلوس. هتدفع فلوس. فلما اقول لصاحب المصنع هتدفع فلوس يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يخاف ويحسن الباور فاكتور. يزود الباور فاكتور ده. يزود الباور فاكتور يعني هو عايز يعمل ايه؟ يقلل عايز يقلل الفرق اللي ما بين البي
كده؟ ده عامل زي مين؟ ابوك الشعر دوت جه لقى فاتوره النور جايه 1500 جنيه. فقال بصوا الكلام ده كلام مش محترم، مفيش نور في الشقه مش عارف ان النهارده مفيش حكومه مفيش نور، طب احنا ناس مفيش غسيل، طب عشان السخان مفيش سخان، فاهم حاجه؟ هو لما يعمل كده يقوم طافي النار، طافي السخان، طافي الثلاجه، طافي الغساله، ماشي فاتوره الكهرباء هتقل ولا مش هتقل؟ اكيد هتقل طبعا، بس ما شغلناش حاجه، بس ما عملش حاجه، فاهم حاجه؟ الشطاره انك تقلل فاتوره الكهرباء وانت بذاكر وبغسل لما بعوز اغسل وبشرب شاي لما بعوز اشرب شاي. فرقم واحد وانت بتفكر في الحل ده ما يتغيرش. يعني يفضل المكان ده واحد ايه؟ واخد نفس الفولت بتاعه ونفس التيار بتاعه. والمكان ده ياخد التيوب بتاعته، لان لو ما خدش التيوب بتاعته ايه اللي هيحصل؟ مش هيشتغل. يعني لو انت قلت لي مثلا انا عايز اقلل الكيو اللي في المصنع فانا هقفل 4 مكانات. يا صلاه النبي. انت الفلوس اللي بتدفعها لكهرباء المكنه المفروض مثلا لو انا عندي مكنه قلت لك ان بدفع لها في الشهر 10000 جنيه فاتوره كهرباء. ده معناه بالضروره ان المكنه دي بتدخلني انا قد 10000 جنيه دول كم مره؟ 50 مره ولا 100 مره؟ حد اكيد انا مش جايب المكنه عشان خاطر فاتورتها. حد فاهم حاجه؟ فالمفروض وانت بتفكر في الحل دول يفضلوا منهم امنين عنده نفس بوطه ونفس طياره وبياخد نفس بيهم وياخد نفس كيو. حلو. قلت لي بص يا معلم، هو انت عايز تقلل الكيو ولا عايز تزود الكيو؟ عايز اقلل الكيو. وما ينفعش اقلل الاليمنت اللي عندي، ما ينفعش اقلل الال دي شويه مثلا، ده المكن ده امر الله. فقال لي اقوم زود الاليمنت. قلت لي بس واحده واحده، انت لما تزود الاليمنت ما هو البي ممكن تزيد، ما هو البي دي اللي انا بحسبها. قال لي لا لا لا، دور على اليمنت يكون ما بياخدش بي خالص. مين اللي ما بياخدش بي؟ الكباستور. يا الكباستور يا الكويل. فقال لي نيجي على اللود ده على المصنع ده ونزود له كباستور. قلت لي لا اهدى، قول عليها بتزود له ولا بتنقص؟ بزود. قلت لي بزود الكباستور، احط الكباستور من عندي. لان انا لقيت ان الكباستور فيه خاصيه خدنا بالنا منها في الاول خالص واحنا بنعمل، ان الكباستور عنده القدره اصلا انه يطلع كيو. فلو مثلا كانت الحكومه مدياني الكيو ديت فانا هعمل ايه؟ هحط كباستو بيديني شويه منهم والباقي ده بتاع مين؟ خلي بالك هو المثلث ده دلوقتي بتاع النود ولا بتاع السبلاي؟ خليها بقى المثلث ده مش مثلث واحد، ده مثلثين فوق بعض، بس المثلثين مالهم؟ منطبقين على بعض. البي اللي بياخدها من النود طالعه من السبلاي، والكيو اللي بياخدها من النود طبعا بالسبلاي. قال لي انا بقى هاجي من عندي انا وازود كباستور، احط الكباستور زياده. قلت له طب استنى، تحط الكباستور ده سيريز ولا بارلل؟ مبدئيا لو حطيته سيريز او بارلل هيديني كيو ولا مش هيديني كيو؟ بس هو بيقول لي لازم تحطه بارلل. ليه بقى لازم تحطه بارلل؟ لان حضرتك لو حطيت الكباستور ده ان سيريز الفيلد على اللوب بتاعك ماله؟ اتغير، وده محرمات مفيش تحيط. فنحط الكباستور ده هنا. تمام. فالكباستور ده يتعامل مع البي ولا يتعامل مع الكيو؟ خلي بالك بقى دلوقتي انا هبتدي اعمل ايه؟ عايز احط المثلث بتاع الكباستور دوت، اجمعه على المثلث اللي عندي. هو الكباستور ده ليه مثلث؟ ايوه. او مثلث الكباستور ده عامل ازاي؟ حد عارف؟ مش قلت لي عندنا بي وكيو واس؟ عارف مثلث الكباستور ده عامل ازاي؟ ايوه.
بسم الله الرحمن الرحيم ادي مثلث الكبد. بس كده قلت لي ايه ده؟ امال فين البي بتاعته؟ امال وش بيه؟ امال وش بيه؟ كيو بتاعته فوق ولا تحت؟ فلما تجمع المثلث بتاع الكباسكت اللي انت حاططه دي على المثلث القديم بتاعتك تعمله ازاي؟ اجي من عند نهايه ده حط محورين ودي كده الكيو سي. اصبحت بقى فين الكيو اللي السباي بيطلعها دلوقتي؟ قلت لي اصبحت الحته دي كده اللي اسمها كيو نيو هي دي الكيو بتاعت السباي. طب فين الاس اللي طلع من السبلاي؟ ما هي البي واحده ما اختلفتش، ادي الاس دي. وده كده الفاي نيو. وكوزاين فاي نيو دوت هو ده الباور فيكتور بتاعك. لو انت عارف المثلث الاولاني معرفه تامه. تامه. يعني عارف البي والكيو والاس. واديتك كده اديتك الباور فاكتور اللي انا عايز اوصله. تعرف تقول انا محتاج كيو سي قد ايه؟ تعرف تقول لي ولا ما تعرفش؟ قلت لي اه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المثلث اللي اسمه 30 ده انا عارفه كله على بعضه. في المثلث الصغير اللي تحت انا عارف ايه؟ البي توتال هي نفس البي وعارف الفار يو. اقدر اجيب لك مين؟ اقدر اجيب لك الكيو نيو. الفرق ما بين الكيو نيو والكيو توتال هو مين؟ هو كيو سي. طب لو عايز اقول لك احط الكباستور مكان. احط الكباستور مكان. قلت لي ما هي الكيو سي ديت بتساوي اي سكويرد في الاكس سي او بي سكويرد على اكس سي. هو انت الكباستور ده عارف الفولت اللي عليه ولا عارف الباور اللي فيه؟ عارف البولت اللي عليه صح؟ اللي هو نفس البولت بتاع مين؟ بتاع الصبايا. واقدر احسب لك مين؟ الاكس سي. لو عرفت الاكس سي ما هي واحد على اوميجا في سي والاوميجا 2 باي في الفريكونسي والفريكونسي دوت 50 هرتز. استنى صح المصنع كده حل مشكلته ولا ما حلهاش؟ حل مشكلته صح؟ هو كان بيحل المشكله ليه؟ عشان ما يدفعش غرامه. حلها عن طريق ان هو ركب كباستور. كباستور ده بفلوس ولا بجاسوس؟ يعني بروح اشتري كباستور ده بيلم غطام نفس الدنيا على الراجل تمام؟ ولا بيدفع فيه فلوس؟ تحسن الباور فاكتور لغايه فين؟ يعني اقدر احسن الباور فاكتور لغايه فين؟ مش انا كصاحب مصنع ممكن ابقى بحب مصر واقول يا جماعه الغرامه مثلا عند كام؟ عند البوينت 9. فانا هحسب لكم الباور فاكتور لغايه 0.9 تماما. الراجل ده كده ايه؟ عبيط. هو انا ممكن احسن الباور فاكتور لغايه لما اخلي الباور فاكتور يبقى مين اصلا؟ يعني لو زودت الكيو سي شويه لغايه هنا بقى الباور فاكتور بكام؟ بواحد. طب لو زودتها شويه تانيه لو الباور فاكتور بقى ليه؟ احنا كده دخلنا في مرحله العبيط. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتدي الحكومه كيو. انت فاهم حاجه؟ طيب انا بحس ان الباور فاكتور لغايه الرينج اللي خرج من مين؟ من الرابع. ولازم لازم تكلفه الكاباسيتور ديت تكون اقل من مين؟ من الرابع. والا الراجل اهبل. بص لهذه المشكله ودي اخر حاجه هقولها ونمشي واخر حاجه هقولها في سيكولا كلها. يبقى احنا كده انا مبسوط جدا جدا بالقدر اللي انت خدته. موضوع الباور فاكتور ده من المواضيع المهمه جدا. واي محطه كهرباء وهي بتطلع الكهرباء شايفه باور فاكتور. شايفه باور فاكتور نتيجه مين؟ نتيجة كل اللودز اللي احنا يعني احنا كلنا على بعضنا جمعنا بين كام لود؟ بين لود واحد بالنسبة للمحطة فشايفانا الباور فاكتور فبتحصل المشكلة الآتية. ركز بقى جدا في الكلام ده لأن الكلام ده برضه من الحاجات الحلوة جدا جدا من
الى ان هو خلق جدا واحدا. دلوقتي احنا البنت عندنا اهي الكيو تيجي منين؟ ضميني بس لا براحة انا مش عايزه. الكيو الكيو تيجي منين ولا من البيت عندك ولا من المصانع؟ من المصانع. المصانع اللي موجوده دول ولاد 60 في 70 ولاد جزمة ما حدش عايز يحسن الكوره خالص. واحنا تعبانين في الليل المصانع مش شغاله فاحنا ما عندناش مشكله في الكوره خالص. ففتره النهار بقى اللي المصانع عماله تشتغل عماله تشتغل فكل المصانع بيشتغل كيلو بنزين فبقى الشكل ده عندي. وكل شويه بقى فاكر المطلعات عمال بيحصلوا ايه؟ عمال بيتنقل سيكا بيتنقل سيكا. المحطه عندها ليفل معين لو الباور فاكتور قل عنده رقم لو باور المحطه هيحصل فيها ايه؟ هتفصل هتفصل. والمحطه شايفه المصانع عماله تعمل ايه؟ عماله تعمل. طب المصنع دوت بركب يا مستر يا سيدي لما تيجي تفتش لما نتكلم ما انت لما تيجي تفتش ممكن الراجل يديله 50 جنيه في جيبه يبقى الباور فاكتور ماله؟ زي الفل. ده انتوا عندكم باور فاكتور ما شاء الله ربنا يبارك لكم. دلوقتي بقى دلوقتي انا في المركز التحكم ده وشايف الباور فاكتور ده عمال بيحصل له ايه؟ عمال بيستهلك عمال بيستهلك وداخل على اي مرحله؟ المحطه هتفصل. حلو حلو بيغسل الكهرباء. عايز الاقي الكباستور صح كده؟ بس الكباستور لمين بقى؟ للكوكب. حد متخيل؟ ده عايز اركب كباستور لود ماله؟ كبير جدا مش عارف. ودخل على اي مرحله؟ الباور فاكتور بيتنيل. عارف بيعملوا ايه ساعتها؟ حركه صحيحه. انا مشكلتي في البي ولا في الكيو؟ في الكيو. يعني انا كمحطه كهرباء قادر اطلع الباور ولا مش قادر؟ قادر. انا مشكلتي بس يعني مثلا مثلا لو انا المحطه بتاعتي بتطلع 300 ميجا 300 ميجا وات انا كل اللي مطلعهم 200 ميجا وات. بس انا مشكلتي في ايه دلوقتي؟ مشكله ثانيه خالص اللي هي مين؟ الريش ما بين الاثنين. لو عرفت اقنع حد ساعتها انه يشغل شويه بي زياده حلو كده؟ عارف المثلث ده يحصل فيه ايه؟ لو عرفت تقنع حد يشغل شويه بي زياده بقت دي البي توتال. طب والكيو؟ حتى لو فضلت الكيو زي ما هي الاس فالباور فاكتور حصل له ايه دلوقتي؟ هيقل حسن صح؟ مع ان انا ما ركبتش كباستور. هل بقى تفتكر الراجل يقول لك ايه؟ طب ده بقى ربنا ما يجيبه الراجل ده شغل السخان اللي عندك انت ربنا يخليك. انا لو شغلت السخان اللي عندي هدفع ايه؟ هدفع فلوس. يعني بجد ايه؟ لقيت انت في الزوره كده والنبي يا جماعه لو سمحتوا كل واحد مش مخاطر مصر عشان عندنا مشكله في المحطه فانت شغل السخان ده مش في حاجه. وشغل الكابتن وزن الميه ومعرفه تاخد الميه اعمل ايه؟ ياخده عشان مصر معلش تقول له ايه؟ معلش هقول له انا ما عنديش الدور انا مش عايز اديك انا مش قادر. ويقولوا ان انت عباره عن ايه؟ عباره عن بي بس وش شغال. عارف ساعتها بيعمل ايه؟ بيجي في عز الظهر الاحمر في عز الشمس اللي احنا فيها دي ويشغل الستريت لايتنج. حد فاهم حاجه؟ يشغل ايه؟ يشغل الستريت لايتنج. هي بتاعت مين الستريت لايتنج؟ بتاعته هو صح كده؟ فشويه الباور دول حصل فيهم ايه دلوقتي؟ ظاهريا اتربوا فين؟ اتربوا على الارض. كان ايه البديل؟ المحطة بتستهلك بديل المحطة تقفل اصلا مقطوعة. انا دلوقتي حاسس ان هو منك شيء من تعذيب الضمير. لما كنت بتبقى ماشي الظهر وشايف ان الشارع منور فتقول ايه؟ ولاد كام؟ كلها مرضى مسافرين كلها مرضى. انا عايز اقول لك اوعى تحس بتعذيب الضمير في هذه الحاله. ده ملوش علاقه بفضلك ومش ده فعلا ربنا ما تنصحني. فاهمين حاجه؟ يعني
يعني إدارة الشارع، إدارة الشارع اللي مأثر في البار فريستو مش شارعتك، مش العمود اللي تحت بيت وركبك، مش إنك تلاقي تلات عمود في الشارع عندكم موالين. إدارة الشارع اللي مأثر في البار فريستو دوت ده مدينة، ده طريق زي مثلا اسكندرية الصحراوي مثلا، وإحنا في الغالب ما بتوصلناش المشكلة دي. يعني إحنا كمصر ما بنوصلش عمرنا في الغالب لأي مشكلة، المشكلة بتستدعي إن أنا أتكلم، لأن إحنا حتى على فكرة إحنا شبكة الكهرباء عندنا ونظام الكهرباء عندنا في مصر قوي جدا، قوي جدا، والنظام المحاسبي قوي جدا، فإحنا ما بنوصلش لحتة. لكن أنا فعلا، أنا فعلا إن ده أحد الحلول المقترحة لإيه؟ لتحسين الباور فاكتور. سيبك من ده وارجع تاني لده. ارجع تاني لده. قلنا ده عادي جدا وده هيتعمل في المصنع، صح؟ صح، المصنع عامله ليه؟ عشان يهرب الغرامة، صح كده؟ ماشي. فدفع ايه في المقابل؟ دفع ثمن الكباستورز. شركة الكهرباء كسبت ايه؟ كسبت ايه شركة الكهرباء؟ عرضت على المحطة. قلت لي كسبت، كسبت ان انا بدل ما كنت بديله الاس دي كلها بقيت بديله ادي اس، بقيت بديله الاس اللي تحت. الاحلى بقى، بص المباراه، الاول كان الاي سبلاي هو هو الاي مود، صح كده؟ الاي سبلاي ده بقى الاي مود زائد الاي في الكباستور، فالاي سبلاي زاد. حلو كده؟ فالاي سبلاي حصل له ايه؟ زاد. فمحطه الكهرباء التيار بتاعها زاد. قال لي لا، تصدق ان محطه الكهرباء التيار بتاعها بيقل؟ قلت له يا عم انتوا مجانين. بص بص بص، لو قلنا، لو قلنا ان ده 10 قبل الكونكشن، حلو كده؟ فكان اللي فوق ده كام؟ كان اللي فوق ده 10، بعد الكونكشن ده فضل 10 زي ما هو. الار والاي اللي اتغيروا؟ لا. الفي اللي عليه اتغيرت؟ لا، فضل ده زي ما هو. وده اللي احنا اتفقنا عليه، لازم اللود ماله ما يحسش باي مشكله، بس بقى ده 10 زائد اللي هنا. اللعبه اللي احنا كنا بنلعبها شوف 10 زائد اللي هنا زاد ولا قل؟ والمصحف، والمصحف تعالى نلعب، تعالى نلعب. ادي الفي بتاعك، ادي الفي، فين الغيوم؟ فوق ولا تحت؟ مبدئيا، مبدئيا الاي لود في نفس اتجاه الفي، الاي لود في نفس اتجاه الفي. لا ليه؟ لان اللود مش ريزيستنس. طب الاي لود نازل ب 90 درجه؟ لا، لان اللود مش كويل. الاي لود فين؟ صور هنا نازل تحت الزاويه فوق، مش لازم 45 بالمناسبه، اي حاجه، صح كده؟ وكان ده هو هو الاي سبلاي اون، صح كده؟ لما انت ركبت الكباستور، الاي كباستور بيجي فين؟ الاي كباستور بيجي فين في الرسم دي؟ قلت لي الكارت بتاع الكباستور بيسبق فرق الجهد بتاعه 90 درجه، فلو ده فرق الجهد بتاعه فالاي بتاع الكباستور هنا. هل دي فيها شك؟ اجمع لي بقى الاثنين عشان تجيب الاي سبلاي الجديد. ازاي بتجمع الاثنين على الرسم؟ بارن بالراب كده اهو، واهو النقطة دي كده، ده كده لزق الجديد ده، هو ده مين؟ الاي سبلاي نيو. بص على المثلث ده، الشكل ده هو نفس الشكل ده بالظبط، نفس نسبة الريدكشن اللي حصلت في الزاوية. ما هي دي كانت الفاي اون، بقت الفاي نيو، دي كانت الفاي اون ودي بقت الفاي نيو. النسبة ما بين الطول ده، الطول القديم للسبلاي كارب والطول الجديد بتاعه، هو نفس النسبة ما بين الاس دي ده والاس دي. يعني بالنسبة لشركة الكهرباء، زي ما التوتال اس انخفضت طلع التوتال ماله؟ والمصحف ده انت بتقول لي ده بيساوي ده زي ده، وده فاضل ماله؟ ثابت. فلما انت عليه ده هيقل. اه يا عم احنا بنجمع بطاقات، احنا بنجمع بطاقات، حد فاهم حاجه؟
كذبت ايه بقى دلوقتي؟ كذبت كمان ان الطيارة اللي رايح للمصنع دوت قلب تترجم ليه؟ قلت له والله حاجه من الاثنين، لو انا لسه ما عملتش الكذاب اللي في الارض محتاج احط له كبده اكبر ولا اقل؟ اقل. طب تعالى نقول ان الكبده اللي في الارض معمول ولازم اعمل حسابك ان الحرام دوت ان ابن اللذينه دوت ما بيعملش كوريكشن، فالكبد كده كده موجود. انت بتقول لي الكبد ده يتحمل 100 امبير بس انا دلوقتي كنت بستهلك 80 بس، كسب؟ هيجي وقت ممكن طبعا برضه كسب. اللص اللي كانت موجوده عندك ايس كولد صح؟ اللص دي قلت ولا زادت؟ يبقى لو انت ثبت الكبد الباور فاكتور كوريكشن وصل لي في النص. طب لو كنت لسه اصلا بحط كابلات كان عندي فرصه ان انا احط كابل مالي. احط كابل اقل. الباور فاكتور كوريكشن معقوله زياده عنصر في الدايره يقلل التوتال كارت والمصحف عايزين تاخد الامتحان ولا مش عايزين؟ يعني لو انتوا قررتوا هنقف الامتحان عند ايه؟ عن المثلثات البار فاكتور كوريكشن ما ندخلوش في الامتحان خالص. ماشي انا موافق بس وحد حكمة النور. حد فاهم حاجة؟ يعني انا هخلي فيه مسألة نتدرب فيها ايه؟ فيها مثلثات واحد بدلالة التاني واحد مش معروف، وبعد ما نعمل ده المفروض نعمل ايه؟ نعمل باور فاكتور كوريكشن ونحسب الاكس سي ونحسب السي، وبعد ما اعمل ده هقول لك طب لو حبيت احصل على نفس الباور فاكتور بس باستخدام ايه؟ باستخدام اكسترنال لود عشان تبقى عارف ان انا كان ممكن اعمل باور فاكتور كده. ليه احنا في الحياه الطبيعيه ما بنعملش الباور فاكتور كده؟ عشان ده ليه ايه؟ ده ليه تمن، ما ينفعش اعمل باور بلا تمن. خلاص كده؟ احنا مش هناخد الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي حلول اي سي، يعني هتفق مع الباشمهندس ابراهيم وبقيه الباشمهندسين ان حد هيخش في محاضره يوم الحل يحل مسائل، وحد هيخش في محاضره التلات دي يحل مسائل. ازعم واقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى وانا مطمئن ان انا اديتك الاي سي بشكل كويس، ويعلم ربنا ان انا ما تعاملتش معاك بان انا هقول لك كلام سهل بيجي في الامتحان ماله صح اللي انت بتهتهده، لكن والله العظيم المشكله عندك. انا سالتك كم واحد كان ذاكر المتر قبل ما يخش المتر؟ ولا واحد منكم كان قبل المتر وجاب مساله ذاكرت واحده مش محلوله وقعد حلها. كل مذاكرتك كانت عباره عن ايه؟ الى ايه؟ انا جايب ورق وعمال اقرا فيه. واللي بيجي بقى يجي ورق نبيل، يجي ورق ابراهيم، يجي ورق عبد الله، يجي ورق محمود، انا جايب ورق عمال اقرا مسائل. القرايه دي لا بتجيب لنا شيء. انت دلوقتي مطلوب منك في الاي سي ايه دلوقتي؟ مش تحل المسائل، مطلوب منك تحط المسائل. خلاص؟ التحدي ابتدى من النهارده. تحدي السخافه ابتدى من النهارده. شطارتك انك تفكر في المساله بسرعه وتحطها بسرعه. لان المجموعه الثانيه مثلا كلها لسه ما ذاكرتش ولسه ما خدتش الكلام ده كله. يبقى انت بتلعب على ايه مجموعه؟ على مجموعه واحده.